قال لك population factor. تمام. طيب تعالوا نتفق بس ان البرزنتيشن بتاع الفاسكولار والبليتلت بيبقوا تقريبا زي بعض. قلتوا اجريشن بيبقى ليه ايه؟ ليه باترن مختلف. تمام. يعني العيان اللي جاي لي بليدنج تندنسي، ده العنوان الكبير بليدنج تندنسي، اما دي ديفكت في البلود فيسل او دي ديفكت في البليتلت او دي ديفكت في الايه، في الكواجوليشن. تمام. العيان البليدنج تندنسي ديو تو فاسكولار او بليتلت كوز بيبقى البرزنتيشن ذا سيم. بنتكلم على ايه؟ على برزنتيشن كوصف، انما في اسوشيتد كلينيكال فيتشرز بتفرق لي ما بين الفاسكولار والبليتلت. الفاسكولار لو انا بفكر مثلا في كونكتد تيشو بيبقى معاها المانيفستيشن بتاعت كونكتد تيشو، دراج انديوزد بياخد بي ستيرويدز او الـ او الايه او الـ او لو السينايل الايج. تمام. انما كوصف العين بيقول لك انا عندي بليدنج تندنسي او عندي نزيف. الفاسكولار والبليتلت البرزنتيشن واحد. تمام. كوجوليشن بيبقى البرزنتيشن ايه، مختلف. طيب الفاسكولار والبليتلت از ا كوز اوف بليدنج تندنسي، الفاسكولار والبليتلت نمرة واحد. لو تفتكروا الأول مرة تقابلنا فيها خالص لما قلنا الابروتش تو بيشنت وذ هيماتولوجيكال ديزيز، قلنا في الهيستوري الايه الفرق ما بين الفاسكولار والبليتلت از ا كوز، از ا كوز اوف ايه، الفاسكولار والبليتلت والكوجوليشن از ا كوز اوف بليدنج تندنسي. تمام. طيب الفاسكولار والبليتلت نمرة واحد بيبقى ميوكو كوتينيوس، يعني دايما العيان اللي عنده بليتلت ديز اوردر سواء كان ثرومبوسيتوبينيا او ثرومبوسينيا او في فاسكولار ابنورماليتي دايما بيبقى البليدنج اما بيربريك ايربشن. تمام. او بيبقى ايه دكتوره مروه زي حضرتك، احنا لسه بادئين ما تقلقيش. لا لا ما بقناش، احنا لسه يا دوب في اول عنوان. كنا بنقول النهارده هنتكلم عن البليدنج ديز اوردر، اللي هي العيان لما يجي باي بليدنج تندنسي اما فاسكولار او بليتلت او كواجوليشن ايه، كواجوليشن ديفكت. فاحنا بنقول الباترن اوف بريزنتيشن اوف فاسكولار اور بليتلت ديز اوردر از ذا سيم. نمره واحد بيبقى البليدنج ميوكوكوتينيوس، السكين بيبقى ايذر بيربريك ايربشن او ايكوماتيك باشز، ويبقى نمره اثنين بليدنج فروم ميوكوس ممبرينز، bleeding from mucous membranes زي epistaxis، hematuria، bleeding per gums، يجي العيان bleeding per rectum. طيب هل ده معناه ان العيان اللي عنده platelet disorder thrombocytopenia او thrombocytopenia يجي بس بميوكوكوتينيوس؟ لا، الكومن presentation is ميوكوكوتينيوس. تمام. يعني عيان جاي لي بابستاكسز، فريكوينت اتاكس بابستاكس او فريكوينت اتاكس اوف بليدنج بالجوز. تمام. يبقى انا نمره واحد التفكير بتاعي الفاسكولار اور بليتلت ديز اوردرز از ا كوز اوف اي بليدنج. تمام. طيب الكواجريشن فاكتور ممكن يجي، بس الموست كومن برزنتيشن اوف ميكوكوتينيوس بليزنج او الموست كومن كوز اوف ميكوكوتينيوس بليدنج از فاسكولار or platelet cause. ده نمرة واحد. يبقى ال common presentation mucocutaneous bleeding skin او ايه او mucous membrane. ده معناها ان العيان الثرومبوسيتوبينيا ما يجيش بانتراكرينيال هيمرج، يجي بانتراكرينيال هيماتوم، يجي بسب اركنويد سب ديورال اكسترا ديورال. بس ال common presentation عيان جاي العياده ما عندوش، ده ال common presentation بتاع عيال اي تي بي، عيان جاي العياده هيلثي ما فيهوش اي اسوشيتد كوموربيديتيز ومعاه بليدنج بالبنس او معاه ميوكوزال بليدنج، على طول ده بفكر في ايه، في البليتلت او الايه او الفاسكولار كوز اوف ايه. طب نمره واحد السايت اوف بليدنج،
اللي يفرق لي ما بين الفاسكولار او البليتلت والكواجيليشن من راح السيتوبليت. السايت في العيانين الفاسكولار او البليتلت بيبقى ميوكوكوتينيوس. طيب في العيانين اللي عندهم كواجيوليشن يوجوالي بيبقى في الديب كافيتس او في الكافيتس والمصل. عيانين الهيموفيليا كومن بريزنتيشن، ما فيش عيان هيموفيلي من غير هيم ارثروزس ليدنج في الايه في الكافيتس. ما فيش عيان هيموفيلي فريكوينتلي يقول لك خاصه بعد الاكسرسايز تيجي لك بالايه بالمصل هيماتوم. الكومن سايت سوس مصل هيماتوم. عيانه سيروتيك ليفر ديزيز كرونيك ليفر ديزيز جايه لاستقبال بيهيفيرال تشينج. لو كنت انا بطشي في التخصصي جات للاستقبال يعني كونفيوجن. طيب فاحنا اعتبرناها ايه عيان سيروتيك ليفر نون سيروتيك ليفر، فقلنا خلاص دي هيباتيك انكفالوباسي هنادميت عشان نحط الايه الانتي كومن ميجر او الحاجات بتاعت الهيباتيك انكفالوباسي. قلنا نعمل سي تي برين بيفور ادميشن تو اكسكلود سنترال كوز، لان ما كانش في الاعتبار ان العيانه دي يبقى فيها ايه سنترال كوز ما عندهاش لاترلايزيشن واضح. تمام كل الموضوع بس كونفيوجن. عملنا سي تي برين نلاقي في اكسترا ديورال هيماتوم وهي السبب في البرزنتيشن بتاع العيان. تمام ليه؟ لان العيان الاي ان ار بتاعها 2 بسبب الايه دي كومبنسيتد سيروتيك ليفر. يبقى الكومن سايت للكواجوليشن فاكتور ديفكت الكافيتيز والمصر كافيتيز والمصر. يبقى احنا قلنا السايت نمره 2 الانست اوف ذا ديزيز الانست اوف بليدنج. الانست اوف بليدنج نمره 1 اون اكسبوجر. اهم حاجه الانست اوف بليدنج نقول اون اكسبوجر تو تروما. تمام طيب دايما البليدنج دي تو بليتلت disorder تمام بيبقى immediate after to true after trauma after trauma. ليه immediate؟ من الفسيولوجي البليتلت بتعمل حاجة اسمها primary hemostasis. primary hemostasis يعني أول ما بيحصل endothelial damage due to trauma تمام ويحصل سب اندوثيليال اكسبوجر للكولاجين بيحصل اكتيفيشن للبليتلت فولود باي بليتلت ادهيجن. دي اول خطوه في الايه في الكواجيليشن كاسكيد. بليتلت ده البرايمري هيموستاسيس. يجي سؤال ام سي كيو برايمري هيموستاسيس وسكندري هيموستاسيس. برايمري هيموستاسيس تعمل في البليتلت دي اول حاجه تبقى اكتيفيتد في الايه الهيموستاتيك ميكانيزم البليتلت اكتيفيشن اجريجيشن اند ايه اند ادهيجن. طيب ده عشان كده البليدنج لما بيحصل وبيبقى بريسيبتيتد باي تروما لو العيان عنده بليتلت ديفكت يوجوالي البليدنج بيبقى ايه immediate. طيب الكواجوليشن كواجوليشن يوجوالي البليدنج بيبقى ديليت. ليه؟ لان الكواجوليشن فاكتورز هي الريسبونسبل فور سكندري هيموستات. سكندري هيموستات يعني بعد ما حصل بليتلت بلج فورميشن بيتقفل على البليتلت بلج بالفايبرين والفايبرينجن تحول لفايبرين في وجود فاكتور 13 يتعمل لنا الايه الفايبرين مش اللي هي الايه التقفيله الاخيره بتاعه الايه بتاعه البليد. يبقى الانست اوف ديزيز او الانست اوف بليدنج ان اسوشيشن تو تروما بيبقى ايميديت افتر تروما. تمام نمره 2 بيبقى ديلايد افتر تروما في العيانين الايه الميوكوكوتينس بيبقى ديلايد افتر تروما في العيانين اللي عندهم كواجليشن فاكتور. مثلا عيان الهيموفيليا ده بني ادم عادي خالص مفيش مشكله تمام يروح الجيم على العصر يجي لك على بالليل في الاي ار بهيم ارثروز يجي لك على بالليل بالمصل مصل هيماتوما. تمام
انما عيان ال عيان الاي تي بي ثرومبوسيتوبينيا البليتلت اقل من 20 او اقل من 10، اول ما بيتعرض لاي فور اني فورم اوف تروما يعني اون ذا سبوت يحصل ايه؟ يحصل. طيب نمره ثلاثه، احنا قلنا دلوقتي السايت، نمره اثنين الاونست ان ريليشن تو تروما، نمره ثلاثه البليت السبونتينيوس اور انديوسد. طيب اي عيان عنده بليدنج تندنسي لو تعرض لاي تروما هيبليد، هيحصل بليدنج، بس بيبقى ايرلي او immediate في العيانين البليتلت، بيبقى ديلايد في العيانين اللي عندهم كواجريشن فاكتور. كواجريشن فاكتور تمام. طيب ايه اللي يجي commonly spontaneous واللي يجي واللي بيجيش الا لما العيان يتعرض لتروما؟ الا لما العيان يتعرض لايه؟ لتروما. طيب البليدنج due to platelet disorder الكومن presentation spontaneous. العيان نايم يصحى الصبح يقول لك في دم بيبقى فوق، او انا ماشي في الشارع ما عنديش مشكله لقيت في دم نازل من الاستاكسس، يبقى الكومن presentation للبليتلت بيبقى spontaneous. ده spontaneous، ما فيش عيان coagulation factor defect يجي يقول لك انا قاعد لقيت عندي هيم ارثرود، لا لازم بيبقى in relation to trauma او in relation to mobility. العيان اللي بيتحرك، العيان coagulation factor يتحرك يشيل يعمل، يعني مثلا في عيانين كان ايه يقول لك انا بساعد زمايلي في ان انا بشيل حاجه، بشيل درج او بشيل مكتب، الاقي الالبو الكوع بتاعي بدا ايه بدا يوقف هيم ارثروز. تمام. طيب قبل ما يشيل مفيش ما حصلش اي ايه ما حصلش اي بليد، يبقى البليتلت ديز اوردر دايما البيشنت يقول لك سبونتينيوس نوت ريليتد تو اني تروما. طيب لو العيان اتعرض لتروما هيحصل بليدنج طبعا، وقلنا ان البليدنج بيبقى ايميديت افتر ايه افتر تروما. العيان الكواجوليشن فاكتور ديفكت البرزنتيشن يوجوالي او البليدنج يحصل يوجوالي اون تروما، اون تروما لما العيان يتخبط يجي لك بعدها بساعه او ساعتين في الاستقبال بالايه بالهيم ارثروزس او طيب اكسبت في السيفير فاكتور ديفيشنسي. سيفير فاكتور ديفيشنسي البيشنت ممكن يجي بسبونتينيوس بليدنج ميوكوز. احنا قلنا في الاول ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كومن برزنتيشن، اللي احنا بنقوله ده بيجي ام اس كيو بتسال في الشفوي ازاي تفرق ما بين البليتلت والكواجوليشن. نمره واحد السايت، نمره اثنين ريليشن تو تروما، نمره ثلاثه سبونتينيوس او انديوس. البليتلت كومنلي بريزنتد باي سبونتينيوس بليدنج، الكواجوليشن كومنلي بريزنتد باي انديوس بليدنج باي ايه باي تروما. تمام. طيب تعال ندخل على الموضوع، يبقى دي انترودكشن بس ازاي نفرق ما بين البليتلت والفاسكولار والكواجوليشن. طيب ندخل على الايه البليتلت از ا كوز اوف ايه اوف اوف بليد. طيب البليتلت اما decrease number thrombocytopenia او defect في الفانكشن thrombocytopenia. تمام. طيب النمبر اما مشكله في البون مارو اللي هو decrease production، او مشكله في البريفرال بلاد انكريز ديستراكشن. زي نفس الاسباب بتاعت الثروموسايتوبينيا هي اسباب الايه البان سايتوبينيا اللي قلناها قبل كده، هي نفس الايه نفس الاسباب. تمام. الفانكشن او الثرومبوسيتينيا
إما حاجات congenital أو حاجات acquired. congenital أوي أو acquired. طيب هنروح دلوقتي على ال يعني لو جات لي مسألة تي تي بي، عيان تي تي بي، وقال لك ايه الديفرنشال دايجنوزس اوف ذيس كونديشن، اه تي تي بي ذا بريفرال ديستراكشن، مفيش مشكله في البون مارو، او هيموريتيك يوريميك بريفرال ديستراكشن، مفيش مشكله في البون مارو، بس لازم لما اجي اكتب الديفرنشال دايجنوزس اكتب كل الكوزز بتاعت الايه؟ بتاعت الثرومبوسايتوبينيا. نمره واحد مشكله في البون مارو، اما برايمري اللي احنا قلناها ايه الابليزيا، او سكندري، سكندري تو اي ديزيز، ما ننساش الدراجز دي مهمه جدا، حتى النون ستيرويد، النون ستيرويد ممكن تعمل ثرومبوسيتوبينيا، ممكن تعمل ثرومبوسيميا، انتي بليتلت، انتي بليتلت افكت. تمام، يبقى الديكريز برودكشن يعني بون مارو فيلير اما برايمري او سكندري. سكندري قلنا انفلاميشن او انفكشن او الاميون ممكن يعمل برايمري، وبيعمل اميون يعمل لك بون مارو بريفرال ديستراكشن، ممكن يعمل بون مارو سبريشن، او المالجنسي بسبب الانفلتريشن سواء كان هيماتولوجيك او نون هيماتولوجيك، او العيان الميجالو بلاستيك او المايلو ديسبليزيا، والمهم السبب المهم الدروكس. اي عيان يجي بثرومبوسيتوبينيا الدراج هيستوري از فيري امبورتنت، اي عيان يجي بثرومبوسيتوبينيا الدراج هيستوري از فيري امبورتنت. تمام، ممكن عيان يبقى سيمبلي بياخد ايه نون ستيرويدال عشان الايه اي بوني بين او اي دنتال بين، تمام، ويجي لنا بالبليدنج تندنسي، توقف الانتي بايوتيك او الانتي انفلاماتوري او الانتي دايابيتيك زي او الانتي ثايرويد. تمام، تلاقي الايه البليتلت اتحسنت والهيموجلوبين اتحسن، ممكن يبقى العيان جاي لك دراج انديوست ايزوليتد ثرومبوسيتوبينيا او دراج انديوست فان سايتوبينيا. تمام، يبقى ده الديفكت في البون مارو. نمره اثنين او البريفرال ديستراكشن، اما حاجات اميون ميدييتد او نون اميون، عشان هو موضوع مهم بيتحط عنوان لوحده اي تي بي. اي تي بي ممكن يبقى اميون، ممكن يبقى نون اميون، يعني عينين الاي تي بي ممكن تلاقي معاهم الانتي بليتلت اي جي جي انتي بودز، ممكن ما تلاقيش معاهم الايه الانتي بليتلت انتي بودز. الاي تي بي ممكن يبقى ايديوباثيك او ممكن يبقى اميون ميديتد ثرومبوسايتوبينيا. طيب الاميون موستلي ديو تو كولاجين ديزيز، كولاجين سيستميك لوبس او روماتويد ارثرايتس. نمره اثنين الكرايو، كرايو انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. نمره ثلاثه هيبرين، هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا اللي هو الهيت، وفي ناس بتحط مع الهيت تي كمان لما يحصل ثرومبوزس، هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوزس، دي كومبليكيشن من الهيبرين هنقولها مع الايه مع الانتي كواجل. يبقى البريفرال ديستراكشن اما اميون اللي هي الكولاجين ديزيز، كرايو انديوس ثرومبوسايتوبينيا، الكرايو ممكن يعمل لي بانسايتوبينيا، يعمل لي كرايو انديوس هيموليتيك انيميا، يعمل لي كرايو انديوس ثرومبو ثرومبوسايتوبينيا. نمره ثلاثه الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا، ولو معاها ثرومبوز اسمه الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوز. طيب النون اميون يوجوالي ديو تو ميكانيكال ديستراكشن، ميكانيكال ديستراكشن. الموضوع المهم جدا اللي هو التي تي بي او الهيموليتيك يوريميك سندروم، تي تي بي او الهيموليتيك يوريميك سندروم اللي هو نون اميون بنحطها تحت عنوان المايكرو انجيوباثيك ستراكشر، مايكرو انجيوباثيك ستراكشر. تي تي بي الهيموليتيك يوريميك سندروم. الموضوع الثاني المهم الدي اي سي، وده زي ما هنقول كمان شويه
مهم جدا ان افرق ما بين التي تي بي والهيموليتيك ريمكس سيندروم مع الدي اي سي، لان الاثنين عباره عن مايكرو انجيوباثيك ستراكشر. تلاقي العيان عنده اميون ميديتد، اسف، نون اميون ميديتد هيموليتيك انيمي. نمره اثنين هتلاقي عنده ثروموسايتوبينيا في التي تي بي والايه والدي اي سي. يبقى النون اميون زي التي تي بي هيموليتيك ريمك او مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيمي. نمره اثنين الدي اي سي. نمره ثلاثه الحاجات اللي ريليتد للبريجننسي زي الهيلب. اللي هو الاتش هيموليسيس، اي elevated ال ليفر انزيمز، والال الثانيه لو، والبي بليتلت كاونت. يبقى الهيلب هيموليسيس، اي elevated ليفر انزيمز، ال الاولى اللي هي elevated ليفر انزيمز، ال الثانيه لو، والبي بليتلت ايه بليتلت كاونت. اخر حاجه الاكلامسي. كلامسيا تديني هيموليتيك انيميا وز مايكرو انجيوباثيك ديستراكشن اوف ذا ايه اوف ذا. يبقى دي النون اميون ميديت. يعني لو جالي سؤال اي تي بي ممكن بيبقى سؤال سهل يعني، سؤال اكتر ممكن تيجي كيس التي تي بي او الهيموليتيك يراميك. ولما يجي يقول دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس لازم اكتب كل الديفرنشال دايجنوزس ثروموسايتوبينيا. تمام، ده نمره واحد. نمره اثنين العيان او العيانه فيها هيموليسيس، يبقى لازم اقول الديفرنشال دايجنوزس للهيموليتيك انيميا او للايه للهيموليتيك انيميا بالظبط. هيقول لي الريتيكولوسيتيك كاونت عالي، والعيان ال دي اتش عالي، والبلوروبين مينلي اندايركت. يبقى انا الديفرنشال دايجنوزس بتاع العيان بتاعي نمره واحد الثروموسايتوبيني، نمره اثنين الهيموليتيك انيميا، نمره ثلاثه لو جاب لي العيان رينال امبيرمنت يبقى اقول ديفرنشال دايجنوزس بوزس اوف هيموليسيس وذ رينال امبيرمنت. ما هو انا في الامتحان ما اخدش العيان ايه؟ ما اخدش العيان تقطيع، تقطيع لما انا عايز ايه؟ ازود كلام، زي مثلا اقول الايه ثروموسايتوبينيا اذر كوز اوف ثروموسايتوبينيا اذر كوز اوف هيموليتيك انيميا. اخد بقى ايه؟ تجميعه هيموليسيس مع ايه؟ مع رينال امبيرمنت زي عين سيكل سيل ديزيز. العيان سيكل سيل ديزيز بيجي معاهم هيموليسيس اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز. عيانين الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، اي حاجه بيحصل فيها انترا فاسكولار ثرومبوزس، هيموليسيس مع ثرومبوز، سيكل سيل مع الايه مع الـ بي ان اتش مع الدراج انديوز هيموليتيك انيميا. الدراج انديوز زي البنسلامين مثلا او اي دراج ممكن يعمل لي هيموليسيس مع انترستيشن نفرايتس او جلومير نفرايتس. تمام، يبقى دي الثلاث حاجات المهمه اللي بنكتبها في العيان التي تي بي لو جات لي كيس في الامتحان. ودي كومن ان في الامتحان بيهتموا بالايه بالهيماتولوجيكال ايمرجنسي، هيماتولوجيكال ايمرجنسي في الكيسز او حتى في الام سي كيو. تمام، التي تي بي مهمه جدا يعني من اهم الموضوعات في الايه في اهم من الاي تي بي كمان. الاي تي بي اي حد هيكتب فيه والكلام فيها يعني ايه سهل وبسيط والتريتمنت معروف لاي حد، انما التي تي بي لان فيها كلام يتقال في الديفرنشال دايجنوزس، فيها كلام يتقال في الانفستيجيشن، فيها كلام يتقال في الديفرنشيشن ما بين التي تي بي والدي اي سي. نمره ثلاثه فيها كلام يتقال في الايه في التريت. تمام، يبقى لو جت مساله تي تي بي يبقى هنقول اذر كوز اوف ثرومبوسايتوبينيا، اذر كوز اوف هيموليتيك انيميا، other cause of hemolytic anemia with renal impairment اللي هو زي الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، السيكل سيل ديزيز، دول الموست كومن كوز. الدراج انديوزد هيموليتيك انيميا with renal impairment او acute kidney injury زي الايه الانترستيشن نفرايتس والايه او الجلوميرولونفرايتس دراج انديوز. طيب نروح على الموضوع السهل وبيجي كتير يعني بينزل كيس كتير. الاي تي بي تنزل كيسز كتير، ممكن نطلع عيان من العياده يدخل الامتحان. ليه؟ لانه بيتشاف كتير عيان. يعني مثلا لو حبينا نحط ديفينيشن عيان الاي تي بي سواء كان ايديوباثيك او اوتو اميون، كلينيكال ديفينيشن، كلينيكال عيان ايزوليتد ثرومبوسايتوبيني
النورمال healthy person، عيان بس عنده thrombocytopenia، normal hemoglobin، normal platelet count، ما عنديش اي chronic illness. يعني عيان السيروتيك ليفر ديزيز بيبقى معاهم thrombocytopenia سواء كان cryo induced او thrombocytopenia بسبب السيروزس، لان الليفر اكتر مكان بيطلع ثرومبوبويتين، فالثرومبوبويتين ديفيشنسي يقلل لي البليتلت برودكشن. تمام، فما ينفعش اقول ان العيان ده اي تي بي. تمام، طيب عيان الروماتويد ارثرايتس اللي جاي لي بعد ما خد تريتمنت مثلا، او متشخص وماشي على التريتمنت وهو كنترول وجاي لي بثرومبوسيتوبينيا، ما انساش ان عيانين الروماتويد ارثرايتس بياخدوا ميثوتريكسين، ممكن يبقى دراج انديوز ثرومبوسيتوبيني ميثوتريكسيت، ممكن يعمل بون مارو فيلير او يعمل لنا سكندري مايو ديسبليزيا وياخد الايه اللاينز بتاعت الايه الميجا كاريوسايتس. عيان الروماتويد ارثرايتس ممكن يبقى يديفلوب كرايو جلوبولينيميا اللي هي تايب 3 كرايو جلوبولينيميا، تعمل لي ثرومبوسيتوبيني، تعمل لي ثرومبوسيتوبيني. نفس الكلام، ما ينفعش اقول ان العيان اي تي بي وعنده elevated liver enzymes. مثلا عيان جاي لك بثرومبوسيتوبينيا ليفر انزيمز 500 اي ال تي او اس تي، وعنده كرياتينين 2.5، الله ثرومبوسيتوبينيا مع الفيت ليفر انزيمز مع اكيوت كيدني انجري، ما افكر في حاجه دراج انديوز تعمل لي اكيوت كيدني انجري كومن انترستيشن نفرايتس مع اكيوت دراج انديوز اكيوت هيباتايتس، وعامله لي ثرومبوسيتوبينيا سواء كان بريفرال ستراكشن او في ايه بون مارو افكشن. يعني عيان ما ينفعش اقول عيان اي تي بي ايديوباثيك، تمام، ومعاه اذر كوموربيديتيز. طيب الاي تي بي بتتقسم على حسب الايج، يعني الكومن اللي بتيجي في التشيلدرن ده الاكيوت ثرومبوسيتوبينيا، البروجنوزس بتاعها بيبقى احسن، ريسبونس تو تريتمنت بيبقى شورت تيرم تريتمنت. يعني مثلا لما تلاقي بتوع الاطفال بيشوف عيان اي تي بي يبدا له على طول بالايه، لو في فيزابيلتي يبدا بالاي في اي جي، مع ان الاي في اي جي الافكت بتاعه ترانزيت، واحنا في الكبار بنديه في العيانين الثرومبوسيتوبينيا الامرجنسي، يعني مثلا ثرومبوسيتوبينيا وبريجننسي وهتولد دلوقتي سيزيريان سكشن او فاجينال دليفري والبليتلت بتاعتها 10، دي هاي ريسك للبليدنج. الرابيد امبروفمنت في البليد في البليتلت كاونت بيحصل مع الاي في اي جي، اعدل البروسيدر، اعدل الدليفري، اعدل الامرجنت سيرجري، بعد كده امشي على المينتنس بتاعي سواء كان ستيرويد او ثرومبويت انالوج او ايه او زي ما هي. في الاطفال بيدوا اي في اي جي ليه؟ لان دايما الثرومبوسيتوبينيا في الاطفال تبقى ايه؟ تبقى ترانزيت، الطفل بايه؟ بيتحسن. ده نمره واحد. نمره اثنين، الثرومبوسيتوبينيا في الاطفال او الاي تي بي في الاطفال ما بيبقاش معاها سبلينوميجا. نو سبلينوميجا. طيب لو العيان الطفل جاي لك ثرومبوسيتوبينيا والثرومبوسيتوبينيا يعني ايه اخذت معاك في التريتمنت اكتر من 6 شهور، بنقول عليها ايه؟ موستلي كرونيك اي تي بي. تمام؟ يعني العيان الاكيوت الطفل الاكيوت اي تي بي يوجوالي الريسبونس بتحصل within 3 months 6 months maximum. لو اكتر من 6 شهور يبقى بنعامل الطفل كايه؟ ككرونيك اي تي بي. طيب اكتر حالات الكرونيك اي تي بي بتشاف في الايه؟ في الادلت. بتشاف في الايه؟ في الادلت. نمره واحد، ممكن يبقى معاها انتي بوديز اللي هو الاي جي جي الانتي بليتلت انتي بودي، او ممكن عشان كده اللي بيعتمد على الدايجنوز في اي تي بي في الانتي بليتلت انتي بودي ما بيبقاش صح. يعني لو جه سؤال ام سي كيو وقال لك ان الانتي بليتلت انتي بودي نيجاتيف ده اجينست الاي تي بي، ده غلط. الانتي بليتلت انتي بودي بوزيتيف سترونجلي سجست اي تي بي، غلط. عيانين انتي بليتلت انتي بودي ممكن يبقوا بوزيتيف وما عندهمش ثرومبوسيتوبينيا، انتي بليتلت انتي بوديز ممكن تبقى نيجاتيف وبتبقى ايه والعيان بيبقى ايه بيبقى عنده ثرومبوسيتوبينيا. عشان كده الانتي بليتلت انتي بودي نوت دان يوجوالي نوت دان ان كلينيكال ايه ان كلينيكال براكتس. الانتي بليتلت انتي بودي نوت يوجوالي نوت دان في الايه في الكلينيكال براكتس.
طيب لو تسألنا فيها ايه هي الانتيبليت انتي بادي نمرة واحد الكاتيجوري بتاعتها اي جي جي، بس ناخد بالنا ان هي ممكن تبقى بوزيتيف او ممكن تبقى نيجاتيف. نمرة اثنين دايركتد اجينست الجلايكوبروتين ريسبتورز اللي موجودة على البليتلت، ده سؤال ام سي كيو 2 بي 3 اي تمام، كومنلي تبقى دايركت اجينست 2 بي 3 اي. طيب وفي سم انتي بليتلت انتي بادي بتبقى دايركتد اجينست جلايكوبروتين 1 بي، يبقى ده دي الحاجات اللي ايه اللي لو اتسالنا ايه هي الانتي بليتلت انتي بادي ممكن يجي سؤال ام سي كيو ممكن تتسال في ايه في الشكل ده. اوتو انتي بوديز ماشي ممكن تبقى نيجاتيف دايركتد اجينست كومنلي اجينست جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، ليس كومن اجينست 1 اي 1 بي. جميل. طيب لو الانتي بليتلت انتي بوديز دي موجوده اللايف سبان بتاعت البليتلت المفروض اللايف سبان بتاعت البليتلت من 7 ل 10 ايام بتقل 2 اورز، بتقل 2 ايه 2 اورز. طيب البرزنتيشن بتاع العيان ايه؟ ميوكوزال بليدنج او ميوكو كوتينيوس بليدنج زي ما قلنا من شويه، سواء كان ابستاكسز بليدنج بالجمز سبريك او ايكموتيك هيماتوريا بليدنج بالريكتم سيفير كيسز مي بي بريزنت ويز ايه انتراكرينيال هيموريج، وده بيبقى اوف بور بروجنوز. طيب عيان الاي تي بي ده معناه ان هو ايزوليتد ثرومبوسيتوبينيا النورمال هيلثي انديفيديوال، ايزوليتد معناه ان العيان ما عندوش سيروس ليفر، ما فيش مانيفستيشن اوف كولاجين ديزيز، دراج هيستوري از نيجاتيف، دراج هيستوري از نيجاتيف. تمام. طيب يسألنا سؤال في الشفوي يقول لك ليه عيان الاي تي بي تلاقي البليتلت بتاعته 10 ولا 15 ولا ممكن اصلا في السنتي او الملي البريفرال بلاد سامبل ما تلاقيش بليتلت ويقول لك بليتلت 0 او 1 والعيان ما عليهوش بليد، انما في نفس الوقت عيان بياخد كيموثيرابي او عيان مالجنسي وعنده بول مارو انفلتريشن بنفس الرقم يجي لك بايه بايه significant bleeding، يجي لك significant bleeding. ليه دايما عيانين الاي تي بي مع ان البليتلت كاونت بيبقى قليل ما بيبقاش فيهم ماسيف بليد، ممكن يجي لك البليتلت كاونت 5 او 10 والعيان عليه يا دوب جاست ابستاكسس، ممكن تبقى ابستاكسس كمان انديوس. تمام. ليه؟ لان العيان الاي تي بي بيبقى اليونج بليتلت سيركيوليتنج الفانكشن بتاعتهم superior in comparison to other ايه to other causes thrombocytopenia. يعني بتلاقي في العيان الاي تي بي البول مارو بيطلع بليتلت ان في peripheral structure mainly في الايه في السبلين. تمام. فاليونج بليتلت اللي بتطلع من البون مارو تبقى functionally superior as normal platelet as normal ايه النورمال بليتلت، انما العيان اللي بياخد سايتوتوكسيك او العيان اللي بي البون مارو انفلتريشن ده اصلا الايه البليتلت اللي موجوده في البريفرال بلاد ايجد بليتلت ده نمره واحد، نمره اثنين البون مارو برودكشن از بور، البون مارو برودكشن از ايه عشان كده عيانين الاي تي بي تلاقي العيان ما فيش بليتلت اصلا او تلاقي البليتلت كاونت فيري فيري لو والعيان ماشي عادي ما فيش مشكله. تمام. وده بيأثر على الديسيجن تو تريت، الديسيجن تو تريت الارقام بتختلف من الايه من الـ ان انت ما بتبداش تريتمنت اي عيان ثرومبوسايتوبينيا تبدا تريتمنت لا. تمام. يبقى ده بنتسال ليه عيان الاي تي بي ما بيبقاش عنده بليدنج ديسبايت very low platelet count، ده بيحصل بسبب ان ال young circulating platelet functionally superior as a as a normal as a normal platelet. السؤال بقى يقول لك امتى تبدا تريتمنت العيان الايه الاي تي بي؟ اولا الايم بتاعنا في الاي تي بي ان البليتلت كاونت يبقى 50 50 فما فوق patient is
in complete hemostasis. طول ما platelet count 50 فما فوق the patient in complete hemostasis. ما فيش treatment للثرومبوسايتوبينيا أو الاي تي بي طول ما platelet count فوق 50. لا كمان أقول لك إن أنا وأنت عيان ثرومبوسايتوبينيا تمام وجاي لك بإيه بأكيوت كوروناري سندروم بتشاف كتير عيان محبوس في السي سي يو أكيوت كوروناري سندروم والسي بي سي بتاعته البليتلت 80 يبعتوا كونسلتيشن لهيماتولوجي عايزين ندي دبل أنتي بليتلت. طيب طول ما البليتلت كاونت فوق 50 كومبليت هيموستيزيس دبل أنتي بليتلت فول أنتي كوأجوليشن. طول ما البليتلت كاونت فوق 50 كومبليت هيموستيزيس دبل أنتي بليتلت ونعمل ايه فول أنتي كوأجوليشن. طيب لو البليتلت اقل من 50 طيب من 30 ل 50 كاي تي بي جاست اوبزرف ذا بيشنت اكسبت لو في بليد. طيب لا ده في ناس كمان بتنزل ايه الرقم ال 30 ل 20 يعني تقول لك من 50 ل 20 جاست اوبزرف ذا بيشنت اكسبت نمره واحد لو في بليد. طيب في الصف عندنا بيبدا التريتمنت بتاع الاي تي بي على ارقام فوق ال 30 30 ما حدش بيبدا تريتمنت على بليت فوق 50 تمام. هحكي لكم قصه عشان ما تنسوش بيها ان البليت الاي تي بي او ثرومبوسايتوبين او بليت فوق 50 ما ينفعش نبدا يعني ستيرويد لو العيان مثلا 50 55 في ناس تقول لك 40 ما فيش مشكله تمام. عيان راح لحد عنده ثرومبوسايت يعني العيان ده ثرومبوسايتين راح لحد معين يعني او لحد بص عليه خلاص ثرومبوسايتوبينيا في نورمال هيلثي انديفيديوال تمام هبدا خلاص دي اي تي بي من غير ما اعمل بون مارو. صح ممكن في الاي تي بي ما اعملش بون مارو مفيش مشكله نورمال هيلثي انديفيديوال البون مارو مش هيفرق معايا في حاجه. الريزلت بتاعت البون مارو في العيان الاي تي بي نون سبيسيفيك ما بتفرقش في حاجه. اعمل بون مارو في عين الاي تي بي في اللي هو العينين الريزيست لو انا داخل بقى على ثرومبوبويتين انالوج او داخل على سبلينكتوم تمام. انما كانيشال اي دونت نيد العيان نمره واحد اس ار بتاعه نورمال الكولاجين ماركرز نورمال الفيرولوجي بتاعه نيجاتيف خلاص ده ايه الليفر انزايم بتاعته نورمال الترا ساوند ما عنديش اورجانوميجالي خلاص يبقى العيان ده ايه العيان ده ما فيهوش ايه ما فيهوش كوموربيتي isolate ITP in normal healthy individual. عيان 50 سنة 45 سنة بيعمل CBC كروتين ده عنده يعني العين بيطمن على نفسه عنده platelet count 60 normal hemoglobin normal white blood. راح العيان لحد معين خلاص ما عندوش اي comorbidity ultrasound normal للأسف ما عملش العيان virology ادى للعيان فول دوز ستيرويد والبليت بتاعته كانت 60 او 65 ما كانش في بليدنج. العيان بعد اسبوع من الفول دوز ستيرويد دخل في فالمينيتنج ليفر فيلير. العيان ادمتد اتعمل له بقى اتعمل له وقتها الفيرولوجي طلع العيان هيباتيتس بي سيرفيس انتي بوزيتيف والعيان اخذ ستيرويد على هيباتيتس بي بوزيتيف دخل في بلورينج بتاع الهيباتيتس دخل في اكيوت بالمنت ليفر فيلير والعيان للاسف بعد شهر او شهر ونص دايد ما لحقش حتى يعمل الايه الليفر ترانسبلانت تمام. فما ينفعش نبدا تريتمنت ايا كان النوع بتاع التريتمنت على ايه على بليتلت فوق 50 ده نمره واحد. ما ينفعش اقول اي تي بي الا لما اعمل اكسكلوجن للاذر كوزز اوف ثرومبوسايتوبينيا. ما ينفعش اقول اي تي بي في عيان اس ار فوق 100 ما ينفعش اقول اي تي بي في عيان elevated liver enzyme ما ينفعش اقول اي تي بي في عيان عنده هيباتو سبلينوميجالي هيباتو سبلينوميجالي تمام. طيب يبقى احنا قلنا وين تو تريت البليت فوق 50 نو تريتمنت ونقول كمان البليت فوق 50 فول انتي كواجوليشن دبل انتي بليتلت اف انديكيتد من 50 ل 30 او من 50 ل 20 فولو اب بيشنت ده نمره واحد نو تريتمنت. طيب في ناس بتقول لك we can treat patient if platelet count below 50 and above 20 أو 30 if the lifestyle of the patient exposes the patient to trauma
يعني مثلا عامل محار او شغال واحد شغال ايه مصل حاجه فيها ايه اكسبوجر تو تروم، بيشيل وبيشتغل وبيحط، انما واحد قاعد على مكتب شغله كله على الايه على الكمبيوتر او هاند رايتنج، مفيش اي اكسبوجر تو تروما، يبقى انت ايه بتفولو اب طول ما البيت فوق 20 او فوق 30 واقل من ايه اقل من 5. تمام. طيب تبدا تريتمنت لو في بليد، لو البليتلت فوق 20 او 30 والعيان جاي بليدنج يبقى ابدا تريتمنت. تمام. او ابدا تريتمنت لو العيان لو البيشنت لايف ستايل اكسبوزز ذا بيشنت تو ترو، غير كده جاست فولو اب البيشنت. طيب بنبدا تريتمنت لو البليتلت اقل من 20 او 30. تمام. اقل من 30 صح، اقل من 20 صح، سواء كان في بليدنج او ما فيش ايه او ما فيش بليدنج. الديبيت بقى، ادي بليتلت ترانسفيوجن ولا من، تعالى اقول لك لو البليتلت كاونت اقل من 10 بندي بليتلت ترانسفيوجن، لو البليتلت كاونت اكتر من 10 ويز نو بليدنج ما فيش بليتلت ترانسفيوجن. هقول لك على حاجه، العيانين البليتلت احنا قلنا من شويه ان السيفير ثرومبوسايتوبينيا في الاي تي بي ما بيحصلش بليدنج، حتى لو كانت بليتلت كاونت اقل من 10 تلاقي العيان يعني لو حصل بليدنج ان فريكوينت ابستاسيس. تمام. طيب العيانين الاستيرويد ريسبوندر لما بتبدا الفول دوز استيرويد، او لو احنا بنبقى اجريسيف ودينا بالس سوليمدرول 1 جرام فور 3 دايز او نص جرام 5 دايز، بتلاقي العيان بيحصل لهم دراماتيك امبروفمنت. ده الاستيرويد ريسبوندر. امتى اقول ان العيان استيرويد ريسبوندر؟ within 7 to 10 days maximum 2 weeks from full dose steroid. تمام. الاستيرويد ريسبوندر خلاص تبدا العيان اول ما بيبدا استيرويد، اول حاجه لو العيان بليدنج تلاقي البليدنج بدا يقل، نمره واحد. نمره اثنين لو العيان البليتلت كاونت قليل تلاقي البليتلت كاونت بدا ايه بدا يعني. يبقى الاستيرويد ريسبوندر بندي العيان 1 مللي جرام بير كي جي بير داي البريدنيزولون، او بندي العيان الايكوفالنت دوز بتاعت الديكساميثازون اي في، او بندي العيان البالس سوليومدرول 1 جرام 3 دايز او نص جرام 5 دايز، مفيش مشكله. تمام. وبنتابع العيان اسبوع 10 ايام ماكسيمم 15 يوم امبروفنج، يبقى ده ستيرويد ريسبوندر. يعني ايه امبروفنج؟ يعني البليتلت كاونت نمره واحد عدت ال 100. طيب اول ما البليتلت كاونت تبدا تعدي ال 100 لازم ابدا اعمل اسحب ايه اعمل ويزدرول جراديوال ويزدرول للايه للاستيرويد. تمام. طيب انا بمشي على الفول دوز ستيرويد 10 ل 15 يوم العيان اتحسن، ابدا اعمل جراديوال ويزدرولنج للاستيرويد اوفر 10 تو 14 دايز، يعني قصادهم اسبوعين. طيب في العيانين اللي بيحصل بيشنت بيتحسن خلاص، يعني التريتمنت الديوريشن بتاع التريتمنت بيبقى شهر شهر ونص والعيان بيتحسن، في عيانين يعلى البليتلت كاونت يعدي 100 تبدا تسحب، يبدا العيان ايه يبدا يقل، يبدا البليتلت كاونت يبدا ينزل. فانت في الوقت ده لازم تعمل سلو ويزدرو. في العيانين البور ريسبوندر لازم تعمل سلو ويزدرو. يعني انت بدات التريتمنت اي في ستيرويد او فول دوز ستيرويد، انا عايز اقول برضو حاجه ان العيان الاي تي بي اللي ما فيهوش بليدنج والبليتلت فوق 20 او اسف فوق 10 مفيش بليدنج، انت ممكن تبدا العيان تريتمنت او بيشنت. ماشي. طول ما العيان مش محتاج بليتلت ترانسفيوجن نو انديكيشن فور، وتتابع العيان every 3 days او maximum every week سي بي سي او بيشنت. تمام. 10 15 يوم العيان اتحسن، يبقى ده بيتحط تحت كاتيجوري ستيرويد ريسبوندر. 10 15 يوم ما اتحسنش يبقى ده ستيرويد ريزيستنت. طيب الاستيرويد ريسبوندر دول بنقسمهم جروبين، في الجود ريسبوندر خلاص نبدا نعمل ويزدرول، البليتلت كاونت بيبقى مينتيند فوق 100 فوق 50، من الهدف بتاعي كام 50. تمام. طيب في ناس بنعمل لهم ويزدرول اوفر 10 تو 14 داي، يبدا البليتلت كاونت دراماتيك يقل يكسر ال 50. يبقى العيانين دول لازم اسحب سلولي،
بدل ما انا بعمل withdrawal over 2 weeks لا اخلي ال withdrawal over 1 month or even 1 and half month 6 اسابيع. طيب في ناس من الاستيرويد ريسبوندر بيبقوا استيرويد ديبندنت، يعني كل ما اعمل جراديوال withdrawal خلاص عملت بو يعني سلو withdrawal بدل ما بقلل الدوز اوفر 2 ويكس قللتهم اوفر شهر او شهر ونص، العيان خلاص البليتلت كاونت 200 فوق 50 وقفت الاستيرويد وبتابع العيان افري 1 ويك او افري 2 ويكس وبعد كده افري مانس بعد كده افري 3 مانس سي بي سي البليتلت ستيبل فوق 50 او فوق 40 ومفيش بليدنج خلاص ده الايم بتاعي مش عايز اكتر. لا في ناس استيرويد ديبند توصل لدوز 30 مللي جرام يبدا البليتلت كاونت يقل عن 50 يقل عن 40 يدخل على 30 فتضطر تومنتين البيشنت على الايه الاستيرويد اكتر من 30 اكتر من 40 مللي جرام. ده الاستيرويد ايه الاستيرويد ديبندنت. ده ندخل بقى على المرحله الثانيه من التريتمنت ايزر سترينكتومي او ترومبوبويتين انالوج. تمام السترينكتومي كان زمان السكند لاين بعد الاستيرويد في الاستيرويد ديبندنت او الاستيرويد ريزيستنت، يعني العيان اصل ما فيش بني ادم هيمشي طول عمره على استيرويد ويدخل منك الهايبر دايابيتس والاستيرويد انديوس هايبرتنشن والكوشومايت فيشز واللي يدخل منك الاستيرويد يعمل لك الفاسكولار بيربرا فاسكولار بليدنج الاستيرويد تدخل العيان في الافاسكولار نكروزس اوف ذا هيب جوينت. تمام هيدخل في السايد افكت بتاعت الايه بتاعت الاستيرويد. مفيش حد بيمشي طول عمره على الاستيرويد، مفيش حد بيمشي اكتر من 3 شهور او 6 شهور على الاستيرويد الا في العيانين اللي عندهم اكيد اتاك جلومرولايتس او رابد بروجريس جلومرولايتس ويعمل كمان ايه ويزدرول. تمام انما تمشي عيان على 30 او 40 مللي جرام او فول دوز استيرويد اكتر من 3 شهور دي جريمة. تمام فالعيانين دول الاستيرويد ريزيست او الاستيرويد ديبندنت بيدخل على السكند. زمان كان السكند لاين بس السبرينكتومي ممكن العيان يحصل له ريلابس بعد السبرينكتومي، يعني العيان شيل السبلين 70% من السبرينكتومايز بيشنت اي تي بي امبروف بليتلت كاونت يبدا يعلى حتى لو البليتلت كاونت بدا ينزل تاني بس ما بيقلش عن 50 30% بيبقى ديكريز بيلو 50 وبيلو 30 افتر حتى العيان لما يدخل سبرينكتومي بيبني على كونسنت ان هو عارف ان السبرينكتومي الريزلت بتاعته 70% امبروفمنت 30% يرجع للايه؟ للاذر لاين. عشان كده السبرينكتومي كسكند لاين ما بقاش سكند لاين بدا يرجع لورا او بيحصل بدا يحصل ريدندنسي في الايه؟ في السبرينكتومي بدل ما يبقى سكند لاين سبرينكتومي دلوقتي بدا يدخل سكند لاين ترومبوبويت انالوج. ثرومبوبويتين انالوج اللي هو الترومبوباج اللي هو الريفوليد او الان بليت اللي هو الرومي بلاستين الرومي بلاستين. تمام الترومبوباج لما يقول لك انهي دواء من الثرومبوبويتين انالوج اكثر ابروف في كرونيك اي تي بي الريفوليد او الترومبوباج. الترومبوباج نمره واحد الانديكيشن بتاعته كرونيك اي تي بي، نمره اثنين الديسبليزيا المايلوديسبليزيا ترومبوسايتوبينيا لو كانت الايزوليتد ترومبوسايتوبينيا او جزء او بانسايتوبينيا يبقى نمره واحد الانديكيشن فور الترومبوباج او ثرومبويت انالوج الريفوليد يعني الريفوليد نمره واحد كرونيك اي تي بي، نمره اثنين المايلوديسبليزيا، نمره ثلاثه عيانين السيروتيك ليفر ديزيز. سيروتيك ليفر ديزيز بيبقى معاهم ديفيشنسي في الايه في الثرومبوبويتين استخدمه في ناس الان بليت وفي ناس الترومبوباج او ثرومبوبويتين انالوج ريفوليد الريفوليد الاورال والروموبلوستين او الان بليت ده سبتين. لقوا الاستجابه في العيانين اللي بياخدوا ريفوليد او الترومبوباج افضل من العيانين اللي بياخدوا الايه الان بليت. يبقى نقول تاني من ده بيتسال ترومبويت انالوج او ده الواحد بيستخدمه يعني على طول من الانديكيشن بتاعت الكرونيك اي تي بي ترومبويت انالوج
الافضل الالتروموبايل، نمره واحد. نمره اثنين الديسبليزيا الالتروموبايل. نمره ثلاثه السيروتيك ليفر ديزيز الالتروموبايل. اخر حاجه الابليزيا، بدا يبقى فيه ترايل في الابليزيا بالالتروموبايل، مع ان العين الابليزيا بيبقى فيه ديفيشنسي في الستيم سيلز، بس هي ترايل كجزء من الجروس فاكتورز، مع ان الريسبونس بتبقى بور، بس بدا يستخدم في الترايل للايه؟ للابلاستيك يعني. يبقى دول الخمسه انديكيشن للالترومبوباج او ريفوليد. دايما بنبدا بلو دوز 50 مللي جرام، في اقراص 50 مللي جرام وفي اقراص 75 مللي جرام. بنبدا باللو دوز ليه؟ لان الهدف بتاعي ان البليتلت كاونت يعدي 50. وانس وصلت للبليتلت كاونت 50 ل 100، ده الام بتاعي. لا ده انا هقول لحضرتك على حاجه، لو العيان بياخد الترومبوباج ولقيت البليتلت كاونت وهو بياخد مثلا دوز 50 او 75 مللي جرام وانس ديلي، تمام، ولقيت البليتلت كاونت بدا يعدي ال 100، يو ماست ديكريز ذا دوز. مفيش عيان بياخد اي تي بي، بياخد الترومبوباج او ثرومبويتر انالوج والبليتلت كاونت عندي 100. كل ما البليتلت كاونت يعلى عن 100، كل ما التندنسي تو ثرومبوزس انكريز. العيانين اللي بياخدوا ثرومبوبويتن انالوج سواء الاورال او البارنتال، طبعا احنا قلنا الاورال، اورال واسهل من حقنه كل اسبوع او كل 3 ايام، تمام، اورال زيه زي اي حاجه بتاخد اورال، فبيبقى الكومبلاينس احسن. عيب بس ثرومبوبويتن انالوج ان جنرال ان هم ايه، كوست يعني. الالتروموباج عيان لو هياخد 50 مللي جرام وانس ديلي، ممكن يوصل ل 4000 او 6000 جنيه في الشهر على الايه، على الريفولي، او ممكن العلبه اصلا 4000 فيها 15 قرص، يعني ممكن 30 يوم او 28 يوم في الشهر يوصل 8000 كمان، تمام. ده العيب بتاع الايه، الريفوليد اللي هو الايه الكوست. انما كاورن ما فيش حاجه انجكشن، الريسبونس بتاعته محترمه جدا. يبقى بتبدا بدوز 50 مللي جرام، increase the dose لو البليتلت doesn't increase above 50 within 7 days، يعني بدل العيان 50 مللي جرام واتابع العيان كل 3 ايام بايه؟ سي بي سي. الام بتاعي ان البليتلت تعدي 50، البليتلت ما عدتش 50 بزود الدوز 50 ل 75 مللي جرام بير داي. طيب العيان اخذ ال 50 مللي جرام، البليتلت كاونت بقى فعلا 50 75 100 150، لا لو البليتلت كاونت اكتر من 100 اي ماست ديكريز الايم بتاعي ان البليتلت كاونت 50 من 100. العيانين اللي بياخدوا ترومبوتيك انالوج ما ينفعش ازود عن ايه؟ عن 100. ليه؟ بليدنج تند، اسف، ثرومبوزس، ريسك اوف ثرومبوزس بايه؟ بيزيد. طيب ايه تاني الكومن سايد افكت اللي بيحصل مع اللونج تيرم الترومبوباج؟ ما بيحصلش في الايه؟ في الاكيوت ستيج، بيحصل فيري ليت، او بيحصل يعني بعد 5 10 15 ليت البون مارو فايبروز، ودي حاجه اكسبكتد. الترومبويد الانالوج بيزود البليتلت برودكشن، بيزود البليتلت برودكشن. طيب البليتلت برودكشن بيبقى اسوشيتد زي ما قلنا في المايلو كورونافيك نيوبلازم، الاي تي الاتنشال ثرومبوسايتيميا بيزيد معاها الايه، او الاتنشال ثرومبوسايتوز بتزيد معاها البليتلت ديرايف جروث فاكتور، البليتلت ديرايف جروث فاكتور. فمع الوقت هتلاقي عيانين مايلو بروليفريتيف نيوبلازم بيروحوا للايه، للمايلو فايبروزس. نفس الكلام في العيان اللي هو بياخد الترومبوبات، تلاقي العيان على اخر بعد فترات طويله من التريتمنت عدى وصل لايه، ممكن دخل في المايلو فايبروزس، ودي الكومن سايد افكت. كومن سايد. طيب يعني ممكن العيان ياخد 50 مللي جرام وانس ديلي، البيت كاونت ممكن تعدي 100. طيب يعني ممكن العيان ياخد 50 مللي جرام افري اذر داي؟ يس. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، في عيانين بياخدوا 50 مللي جرام توايس ويكلي، في عيانين بياخدوا 50 مللي جرام. ليه؟ لان الايم بتاعك ان البليتلت كاونت يبقى فوق 50 اقل من 100، انت مش طمعان في كده. وده الايم بتاعك برضو في العيان اللي هو بياخد ستيرويد، البليتلت كاونت ما تقلش عن 50. طيب يبقى احنا قلنا الفيرست لاين ستيرويد، ستيرويد بنقسمه ستيرويد ريزيستنت، ما فيش ريسبونس،
اول 10 15 يوم، او ستيرويد ريسبوندر. الستيرويد ريسبوندر بيبقى منهم ستيرويد ديبندنت او ستيرويد نون ديبندنت. ستيرويد نون ديبندنت انت بعد 10 15 يوم بدات تسحب اوفر 2 ويكس تاني، خلاص العيان البلاتلت كاونت ما قلش على 50، وانت بتتابع العيان خلاص ده الستيرويد ريسبوندر. ستيرويد نون ديبندنت ريسبوندر نون ديبندنت. انما الستيرويد ريسبوندر ديبندنت ده كل ما تيجي تسحب الستيرويد تلاقي العيان بدا يقل عن ايه؟ عن الرقم المطلوب اللي هو ال 50. ده يدخل منك على السكند لاين. قلنا السكند لاين زمان كان سبرينكتومي، دلوقتي بقى ثرومبوبويتين انالوج، وقلنا اليوز بتاع الايه؟ ثرومبوبويتين انالوج. يبقى نمره واحد كورتيكوستيرويد، نمره اثنين ثرومبوبويتين انالوج، نمره ثلاثه سبرينكتومي. قول كلمتين كده على السبرينكتومي زي ما قلنا ان العيان بيحصل له ريلابس 30% 70% ريسبوندنج. تمام؟ الهدف بتاع السبرينكتومي ده سايد اوف ديستراكشن بتاع الايه؟ بتاع البليتلت في السبلين ايفن وذ نورمال سايز نورمال سايز سبلين. طيب نمرة أربعة الاي في اي جي. احنا قلنا الاي في اي جي في الادلت في الامرجنسي كونديشن بريجننت فيميل ثروموسايتوبينيا فاجينال دليفري دلوقتي او سيزيرين سكشن. تمام؟ دي تاخد اي في اي جي، او عيان داخل emergency surgery amputation مثلا او اي major surgery ده لازم يدخل دلوقتي. لما يحصل ما ينفعش يحصل delay IVIG. يبقى ده ايه؟ IVIG بيعمل rapid transit، يعني يغطي الفتره اللي انا عايز فيها الايه البليتلت كاونت تعدي ال 50، وبعد كده يبقى ينزل براحته، ينزل البليتلت كاونت براحتها. انا هغطيها بالايه؟ بالستيرويد، بس اعدي الاول ايه؟ اول ترانسفيوجن لو في بليد، بس اعدي الكريتيكال بيريود. الدوز بتاعت الاي في اي جي لو انا حدد الدوز فور تو دايز بندي هاي دوز 1 جرام كي جي بير داي فور تو دايز. تمام؟ او لو انا حديها اوفر 5 دايز او اوفر 4 تو 5 دايز بندي 400 ملي جرام بير كي جي بير داي. ما اكذبش عليكم، اللي بتاخد في العينين الامرجنسي ال 1 جرام 1 جرام بير كي جي فور 1 تو 2 دايز. انما العيانين لو تفتكروا سي ال ال، سي ال ال او الليبريت دايما بيبقى عندهم الاي جي اي قليل، فبيجي لهم ريكرنت سيفير تشست انفكشن. العيانين السي ال ال سيفير تشست انفكشن نوت ريسبوندنج تو انتيبيوتيك او بور ريسبوندنج تو انتيبيوتيك، ممكن عيان اصلا بيدخل لونج انجل او اي ار دي اس. العيان بياخد اي في اي اي في اي جي سواء كان 1 جرام او اكتر بيتاخد 400 ايه 400 ملي جرام. ده صح وده صح. تمام؟ بس 400 ملي جرام بتتاخد في العيانين اي في اي جي 4 تو 5 داي، في الاسف العيانين سي ال ال 4 تو 5 داي، او وال 1 جرام بير كي جي بير داي فور 1 تو 2 دايز في العيانين الاي تي بي في الامرجنسي. طيب بيشتغل ازاي؟ بيقفل ال اف سي ريسبتورز على الماكروفاج اللي موجوده في السبلين، بيقفل ال اف سي ريسبتورز على الماكروفاج اللي موجوده في السبلين. فالبليتلت اللي هي عليها الانتي بليتلت انتي بودي مش هتمسك في الاف سي، يعني بيزود اللايف سبان بتاعه الايه بتاعه البليتلت، فيقلل الدستراكشن في السبلين ترانزنت افكت، عدى الكريتيكال بيريد، وبعد كده اتعامل مع العين. طيب في اذر لاينز للاي تي بي. ايوه المبسيره، المبسيره دخلت كل حاجه اللي هو الايه الريتوكسيماب اللي هو الانتي سي دي 20، هتلاقيها بتتاخد في الاي تي بي، وهنقولها دلوقتي في التي تي بي، وتاخد في الروماتويد ارثرايتس، تاخد في السيستميك لوبس، تاخد في الجلومينال ارثرايتس. الاميون مودوليتري ايجنت لها برود سبيكترم افكت. تبقى نمره واحد ستيرويد، نمره اثنين ثرومبوبويتين انالوج، نمره ثلاثه سبلينكتومي، نمره اربعه الهاي دوز اي في اي جي في الامرجنسي. اذر لاينز اوف تريتمنت او الاميون مودوليتور ايجنت اللي هي الايه الانتي سي دي 20 او الايه المبثيره. طيب اذر اميون مودوليتور ايجنت اللي بدا يدخل شويه دلوقتي، يعني العينين بيبقوا فيري كول. تمام؟ والمؤسسات ما بتعملش فاينانشال سبورت،
وما فيش قرار علاج بيغطي دواء يعني 3000 4000 كل شهر او 6000، يعني زي ما سير 10000. تمام، الاي في اي جي ارقام، الثرموبويت الانالوج فين وفين لما بيجي، حتى لو ليه قرار علاج فين وفين لما بيبقى موجود بيتصرف في المستشفيات. ففي ناس بتتخطى، وفي ناس ما بتبقاش عايزه تعمل سنكري. فنروح على الايه، على الاذاثيوبرين او السايكلوسبورين او الدانازول. او صراحه هقول لكم ان السيليسيب او المايكرو فينولاتوفيتيل بدا يجيب، او لما بيدخل العيانين الاستيرويد ديبند او الاستيرويد ريزيست بيمنتين البليتلت فوق 50، بيبقى في جود ريسبونس مع الايه، مايكرو فينولاتوفيتيل مع ان الدنازول، الدنازول او الانابوليك ستيرويد دنازول كان بيجيب ريسبونس كويسه، بس بدا يعني بدا يختفي من الايه، من السوق، او تقريبا مش موجود. طيب يعني انت دلوقتي اللي بيحصل عيانين عيان ستيرويد ريسبوندر خلاص والحمد لله وتحسن، فولو اب البليتلت كاونت فوق 50. طيب عيان ستيرويد ريزيست او ستيرويد ديبند ما بيقدرش يجيب الثرومبوبويت الانالوج وريفيوزنج السترينكتومي، بندخل بالايه؟ بالدانازول لو موجود، الازاثيوبرين او المايكوفينولات. تمام، طيب لو العيان ده نوت ريسبوندنج على كمان المايكوفينولات موفيتين او الازاثيوبرين، بندي العيان لو قال لك ايه الاذر لاينز اوف تريتمنت غير الانتي سي دي 20 غير المايكوفينوليت غير الاداسايوبرين غير الدنازول، ممكن ندي العيان فينكريستين اونكوفين. اونكوفين 1 تو 2 مللي جرام ويكلي ماي امبروف بليتلت كاونت، بس برضه عيبه ان هو الايفكت بتاعه بقى ترانزنت، الايفكت بتاعه بقى ايه، ترانزنت فيري ماينور بيشنت، الايفكت بتاعهم بيبقى ايه، لونج لاست. تمام، يبقى الانكوفين 1 تو 2 او الفينكريستين 1 تو ده كيموثيرابي ماشي. ما انت عندك برضو ان الموضوع ممكن يبقى اميون ميديتد، فانت كيموثيرابي ده وان يعني ايه، اميون سبريسر، فممكن تلاقي البليتلت كاونت بدا ايه، بدا يعني. طيب ايه تاني، سايكلوبسامايد الاندوكسان may be used كلاين اوف تريتمنت في الايه، في العينين الاي. طيب الستيم سيل ترانسبلانتيشن يعني نوت وايدلي يوز في العينين اي تي بي، ده نمره واحد. نمره اثنين ان العيان ياخد هاي دوز كيموثيرابي وتحقن العيان ستيم سيلز، الالوجينيك ستيم سيلز، انت تعرض العيان سايد افكت بون مارك ترانسبلانتيشن كيموثيرابي او ده حتى بوست ترانسبلانتيشن ايه، اميون سبريشن. فالستيم سيل ترانسبلانتيشن في العينين اي تي بي يعني ايه، نوت يوزد لو ايه، لو اتسالنا بسبب الايه، سايد افكت كيموثيرابي بوست ترانسبلانتيشن اميون سبريشن. يبقى ده الاي تي بي. ممكن تيجي مساله، ايوه ممكن تيجي مساله، يعني عشان كل الكلام اللي قلناه ده يتقال، بس مش كومن ان هي تيجي لانها سهله. يعني زي ما قلت لك عيان ايزوليتد ثروموسايتوبينيا نورمال هيلثي انديفيديوال. طيب لو في ميل بيشنت كرونيك اي تي بي وبيجي لها مثلا مينوراجيا او مينومتروراجيا وجايه بالايه، بالاي تي بي وعندها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا طلعت ايرون ديفيشنسي انيميا، خلاص ده اكسبكتد من الكرونيك بلاد لوس من الايه، من الـ الفاجينال بليدنج يعني. جميل، طيب الموضوع الثاني المهم جدا في الثرومبوسايتوبينيا التي تي بي. معلش حضرتك دلوقتي، طب حضرتك ما قلتش على الدياجنوز، بنعمل لها زي دياجنوز الانفستيجيشن يعني؟ ايه اللي بنعمله؟ طيب ماشي، نمشي هو الطبيعي احنا عندنا كنا بنشخصها بالبون مارو. ما بلاش بون مارو، بون مارو حضرتك قلت لا دلوقتي بون مارو لا. نوت اسينشال فور دياجنوز، نوت اسينشال فور دياجنوز البون مارو. تمام، انت لو عملت البون مارو هيديك اما يعني ايه، كلمه نون سبيسيفيك كده، بور بليتلت سيبريشن،
او في increase في الميجاز وسجستد بريفرال ستراكشر. البون مارو ما بيديش معلومه تفرق معاك في الدايجنوزس بتاع الاي تي بي. الاي تي بي ده عباره عن عيان ايزوليت ثرومبوسايتوبينيا نورمال هيلثي وجاي لك بالايه بالميكوكوتينس او الميكوزال بليد. طيب امتى نعمل البون مارو؟ في العيانين الريزيست. تمام، انما انت اصلا لو من الاول لو شاكك في انفلتريشن، يعني عيان جاي لك ثرومبوسايتوبينيا والوايت بلاد سيل كاونت نورمال والهيموجلوبين نورمال او لو نورمال مثلا على اساس ان هي فيميل وجايه بكرونيك بلاد لوس، بس لقيت الاس ار 100 مثلا، لا ده لازم اعمل بون مارو. اصل اس ار 100 ده ما بيجيش مع الايه، يعني اس ار في العيان الاي تي بي نورمال تمام، الا لو هو تي بي او كولاجين او مالجنت. تمام، ما ينفعش اعمل الايه البون مارو. انما البون مارو لو سالنا سؤال البون مارو از اسينشال فور دايجنوزس اوف اي تي بي، لا. ممكن اقول عيان اي تي بي وزود بون مارو؟ نعم، ممكن اقول عيان اي تي بي وزود بون مارو. امتى اعمل البون مارو؟ ممكن اعمله في الاول، ايوه اعمله في الاول، بس هيفرق معايا في الدايجنوزس، مش هيزيد، مش هيقول بوزيتيف او نيجاتيف في الدايجنوز. اعمل البون مارو في الاول لو انا شاكك في انفلتريشن او لو انا شاكك في مايلودسبليزيا. تمام، اعمل للايه للعيان بون مارو. لا طب هقول لك على حاجه، لو انا شاكك في مايلودسبليزيا عيان جاي لي ثرومبوسايتوبينيا وهي المايلودسبليزيا ايزوليتد ثرومبوسايتوبينيا والعيان ما عندوش اي مشكله لاي حاجه ثانيه، طيب وديت للعيان استيرويد والعيان استيرويد ريزيست، وانا هنقل نفسي لانذر لاين، يعني سبيشال سبرينكتومي. دايما اي عيان قبل ما يدخل سبرينكتومي لازم نعمل له بون مارو اسبريت وتريفاي، بون مارو اسبريت وتريفاي. نمره واحد عشان اكسكلود الميرج سليزي، نمره اثنين عشان اكسكلود الايه الليمفوبرولكتيف ديز اوردر او الاني انفلتريتيف ديزيز. طيب كدايجنوزس بيزك تو دايجنوز تو ديتكت كومبليكيشن بيزك، قلنا السي بي سي الاي اس ار سي ار بي البلود فيلم وال LDH واليوريك اسيد نورمال لان ما عنديش اي سيلولار ديستركشن. البلود فيلم ما فيهاش اي حاجه سبيسيفيك. السي بي سي ايزوليتد ثرومبوسايتوبينيا الا لو الفيميل لو معاها مينوراجيا او بيبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك اسوشيت ايرن ديفيشنسي، ودي نحطها في الكومبليكيشن ايرن ديفيشنسي انيميا بسبب كرونيك بلود لوس. طيب الـ ESR نورمال والـ CRB نورمال، لو كان الـ ESR عالي والـ CRB positive I must exclude secondary causes of a of thrombocytopenia. تمام، to diagnose مفيش حاجة specific, nothing is specific. طيب يعني نمرة واحد، نمرة اثنين exclude systemic lupus العيان اس ار نورمال والاي ان اي نيجاتيف، كرونيك ليفر ديزيز نورمال ليفر انزيمز ونورمال ليفر فانكشن تيست وليفر انزيمز. تمام، اكسكلود دراجز كرايو نيجاتيف والكومز نيجاتيف. يبقى انت دورك في الاي تي بي تو اكسكلود سكندري. تمام، طيب هتكتب بون مارو تو دايجنوز، بس تقول لي ان البيكتشر اوف بون مارو في عين اي تي بي نون سبيسيفيك. جميل، هتكتب الانتي بليتلت لازم تكتبها طبعا، بس هقول له ان هي نوت يوز ان كلينيكال براكتس تو دايجنوز مي بي بوزيتيف اور نيجاتيف في الايه في العينين الايه في الاي تي بي. تمام، يبقى ده دايجنوز تجميع على شويه المعلومات اللي احنا قلناها. طيب التي تي بي دي تيجي مسائل، دي تيجي كيسز او تيجي ام سي كيو كيسز. تمام، عشان الديفرنشال دايجنوزس بتاعها للاذر كوزز اوف مايكرو اجيباتيك ديستراكشن والاذر كوز اوف ثرومبوسايتوبينيا والاذر كوز اوف هيموليتيك انيميا. قلنا هيموليتيك انيميا مع رينال امبيرمنت غير الايه غير التريتمنت. الكلام فيه كلام كتير في التريتمنت زي ما قلنا من شويه في الاي تي بي، بس الاي تي بي معروف يعني الكبير والصغير يعرف الاي تي بي. انما ما ينفعش عيان يجي لي في الاستقبال بحاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي
وما افكرش في تي تي بي. لا ده انا هقول لك ما ينفعش عيان يجي لي بثرومبوسيتوبينيا وانيميا هيموليتك وما احطش في الاعتبار التي تي بي او الهيموليتك يوريميك سيندروم اللي هو الايه اهم اسباب او اهم سببين من اسباب المايكرو انجيوباثيك المايكرو انجيوباثيك ديستركشن. اهم سببين من اسباب الايه المايكرو انجيوباثيك ديستركشن. يبقى لما الاقي عيان جاي لي ثرومبوسيتوبينيا وهيموليتك انيميا ومعاه كمان في سي ان اس من اقل حاجه اللي هي الهيدك لاعلى حاجه اللي هي الكونفولجن او الفيس ممكن يجي في النص كونفيوجن تمام اني فورم اوف ديستربت كونشسنس ممكن يبقى فيتس او كوما او بس جاي لي بهيدك. يبقى البليتلت كاونت ثرومبوسيتوبينيا نمره 1 نمره 2 مايكرو انتيباسيك هيموليتك هيموليتك انيميا نمره 3 سي ان اس مانيفيستاشن تعمل سيتي برين ما تلاقيش فيه لوكاليزيشن ما تلاقيش العين عنده ستروك او هيموريج. نمره 3 رينال امبيرمنت او اكيوت كيدني انجري. طيب تي تي بي هيموليتك يوريميك ليهم نفس المانيفيستاشن نمره 4 نمره 5 فيه ده بنقول عليها الايه البنتاد البنتاد اللي هو يوجولي بيبقى موجود في العين تي تي بي هيموليتك يوريميك سيندروم. نمره 1 فيفر وما عنديش لوكاليزيشن. نمره 2 انيميا وبتبقى هيموليتك. نمره 3 ثرومبوسيتوبينيا. نمره 4 سي ان اس. نمره 5 رينال. الفيفر والانيميا والثرومبوسيتوبينيا تمام بيبقوا موجودين في الايه في الهيموليتك يوريميك والتي تي بي. طيب بس عيان تي تي بي بيبقى سيفيرلي ثرومبوسيتوبينك مع سي ان اس اكتر يبقى تلاقي العيان التي تي بي الكرياتينين بتاعه 2.5 3 بس العيان عنده سي ان اس مانيفيستاشن برومينت في الايه في التي تي بي. عيان الهيموليتك يوريميك هتلاقي العيان فيفرش هتلاقي العيان مايكرو انجيوباثيك هيموليتك هتلاقي العيان ثرومبوسيتوبينيا بس كام 50 60 بس رينال امبيرمنت 8 9 برومينت رينال امبيرمنت وذ ليس سي ان اس مانيفيستاشن ده اللي يفرق لي ما بين الهيموليتك يوريميك والتي تي بي تمام. يبقى التي تي بي عيان فيه البنتاد فيفر انيميا بليتلت سي ان اس رين. عيان الهيموليتك يوريميك عيان فيه البنتاد فيفر انيميا بليتلت سي ان اس رين. بس التي تي بي تلاقي سيفيرلي ثرومبوسيتوبينك مع برومينانت سي ان اس مانيفيستاشن. عيان الهيموليتك يوريميك هتلاقي مودريت ثرومبوسيتوبينيا مع prominent renal renal manifestation. ايه اللي بيحصل في التي تي بي؟ التي تي بي احنا عندنا الاندوثيليا والبليتلت بيطلعوا الفونوليبرانت فاكتور. الفونوليبرانت فاكتور ده بيطلع كحاجه اسمها ايه مالتومر ويتحول لمونومر. الفانكشنينج فورم اوف فونوليبرانت فاكتور هو بيطلع من الاندوثيليا والبليتلت كمالتومر او بيتقال عليه الالترا لارج فونوليبرانت فاكتور. المولكيولر ويت بتاعه حجمه اكبر في سبيسيفيك انزيمز بيشتغل عليه يتحول لمونومر. ده الفانكشنينج فانكشنينج ايه الفانكشنينج فورم. جميل. الانزيم ده اسمه ادام تي اس 13 تمام.
الادم تي اس 13 ده لو ديفيشنت يبقى مش هيحصل كونفرجن للمالتمر او الالترا لارج فونو ليبرال فاكتور للمونومر او الفانكشنينج ايه الفانكشنينج. جميل. الادم تي اس 13 انزيم ده ممكن يبقى ديفيشنت هيريديتري او كونجنتال ديفيشنسي او ممكن يبقى اكوايرد انتي بوديز. عشان كده تلاقي عيانين سيستميك لوبس كسيفير فورم فاسكولايتس يجي لك تي تي بي. الله تي تي بي ازاي؟ ليه؟ لان الانتي بوديز بتعمل ايه؟ اكوايرد ديستركشن او اكوايرد ديفيشنسي او اكوايرد مال فانكشن للادم تي اس 13. فالعيان يبدا يتحسن على البلازما اكستشينج زيه زي عيان التي تي بي بيظهر عليها سكندري تي تي بي. جميل. يبقى الادم تي اس 13 ده بيحول السكريتد مالتمر او الترا لارج فونوليبرنت فاكتور تو الفانكشننج. طيب ايه المشكله في الالترا لارج؟ الفانكشن بتاعت الفونوليبرنت فاكتور ده عباره عن بروتين بتو ارمز. ده عباره عن كارير للبليتلت essential في platelet aggregation and activation. يبقى ال platelet ال vonulibrant factor essential لل platelet aggregation and a and activation. والدرع الثاني بيشيل factor 8. وظيفة إنه يشيل factor 8 إن هو protective carry. factor 8 لو ما تشالش على الفونوليبراند فاكتور ومشي كده في السيركوليشن بيبقى ديسترويد. فهو بروتكت فاكتور 8 فروم ديستراكشن. فهو بيتقال عليه بروتكتف كارير للايه للفاكتور 8. تمام. طيب في البليتلت هو كاريز بليتلت فور اكتيفيشن اند ايه اند ادهيجن اند ايه اكتيفيشن واجريجيشن. ده في الايه دي الوظيفه بتاعت الايه بتاعت الفون وليبرنت. طيب المالتمر تبقى الوظيفه بتاعته اجريسيف. يعني بيبقى الالترا لارج فون وليبرنت فاكتور في باوند البليتلت اجريسيفلي فبيزود الاجريجابيلتي والادهيجن بتاعت الايه بتاعت البليتلت. تمام. ده اللي بيحصل ان العيان ما عندوش الادم تي اس 13 ادي اللارج فونوليبرنت فاكتور ماسك في البليتلت فبيعمل بليتلت اكتيفيشن اند ادهيجن. تمام. ما عنديش الادم تي اس 13 ادم تي اس 13 فبيزيد الليفل بتاع الفونوليبرنت ايه الفونوليبرنت فاكتور وبيعمل لي اجريسيف اكتيفيشن للايه للبليتلت والادهيجن اند اكتيفيشن. طيب الادهيجن والاكتيفيشن ده يعمل لي ثرومبوزس. فتلاقي عيان التي تي بي سبيشالي في السمول بلاد فيسلز جميل. طيب وفي نفس الوقت الثرومبوزس دي هتعمل لي ديستراكشن السمول بلاد فيسل اوكلوجن يعمل لي ديستراكشن للبليتلت ويعمل لي ديستراكشن للهيموجلوبين. فتلاقي العيان عنده ثرومبوسايتوبينيا وتلاقي العيان عنده سمول فيسل ثرومبوزس وتلاقي العيان عنده هيموليتيك انيميا. السمول فيسل ثرومبوزس ده يبان لك في حاجتين. يبان لك في ايه؟ حاجتين. في العيانين يبان في السي ان اس مانيفستيشن ويبان في الرينال امبيرمنت. فتلاقي العيان عنده مايلد رينال امبيرمنت وتلاقي العيان عنده الايه؟ السي ان اس ايه؟ مانيفستيشن. الادهيجن والثرومبوزس ده مش موجود الباثوجينيسيس ده مش موجود في الهيموليتيك يوريميك. الهيموليتيك يوريميك سندروم زي ما هنقول دلوقتي عباره عن ايه تو تايب دايريال او نون دايريال ده هنقوله ايه همسه.
تمام، يبقى ده الباثوجينيسيس بتاع الايه التي تي بي. عشان كده تلاقي مكتوب في اللاينز اوف تريتمنت في عيان التي تي بي، اول ما البليتلت كاونت يبدا يعلى عن 50 انتي بليتلت، اول ما البليتلت كاونت يبدا يعلى عن 50 بتحط ايه انتي بليتلت. ليه؟ لان المشكله كلها في الايه الترومبوز، المشكله كلها في ايه في الترومبوز. فانت اول ما البليتلت كاونت في عين التي تي بي تي تي بي ثرومبوسايتوبينيا بتحط ايه بتحط انتي بليتلت. طيب حاجه تانية، هنا اتكلمنا عن مشكله الترومبوس ايه بليتلت فقط وفقط لا غير، بليتلت فقط وفقط لا غير. عشان كده لما تعمل في عيان suspected او انت شاكك في تي تي بي تعمل البي تي والبي تي تي والاي ان ار والدي دايمر والفايبرينوجين والفايبرين، هتلاقي كل نورمال. وده سؤال ام سي كيو، عيان عايز تفرقه تي تي بي عايز تفرقه من دي اي سي لان البرزنتيشن واحد، presentation تي تي بي bleeding بسبب thrombosis دي بسبب thrombocytopenia، دي اي سي bleeding بسبب thrombocytopenia، التي تي بي thrombosis دي اي سي thrombosis. بس الدي اي سي بيبقى فيها activation للcoagulation cascade، فتلاقي thrombosis بسبب ايوه mainly الاكتيفيشن للايه الكواجوليشن والفايبرين والديجراديشن بالفايبرينولايسيس، بالفايبرينولايسيس يطلع لك الدي دايمر والفايبرين ديجراديشن برودكت. فتلاقي البي تي والبي تي تي لاين ار الدي دايمر الفايبرينوجين والفايبرين والفايبرين ديجراديشن برودكت نورمال تي تي بي او الهيموليتيك يوريميك واب نورمال في الدي اي سي. ده اهم فرق غير الكلينيكال، غير ان التي تي بي الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان الدي اي سي بيبقى فيه ريسك فاكتور سيفير سبسس بيبقى معلش تاني حضرتك هقولهم تاني هقولهم تاني. طيب ازاي كلاب وايز انا دلوقتي العيانين التي تي بي او الهيموليتيك يوريميك او الدي اي سي كلهم تحت عنوان مايكرو انجيوباثيك ديستراكشن او مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك، تمام؟ عيان التي تي بي الثرومبس او الاوكلوجن بالثرومبوز اونلي ديو تو بليتلت بليتلت اوفر اكتيفيشن اند ادهيجن بسبب اللارج مولكيولر او الالترا لارج فولنربل. انما عيان الدي اي سي بيبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا ايوه بسبب البريفرنت ستراكشر او الكونسمشن بتاع البليتلت، بس الثرومبس مينلي بسبب الاكتيفيشن اوف كواجريشن كاسكيد. الاكتيفيشن بتاع الكواجريشن كاسكيد سواء كان انترنسك اكترنسك بيروح على الكومن باس واي بينتهي بالفايبرين، تمام؟ الفايبرين نشتغل عليه الفايبرينوليتيك سيستم عشان ما يوسعش الايه الفايبرين مش بره الاريا اوف انجري فيعمل فايبرينوليسيس. فعيانين الدي اي سي بيحصل ماسيف اكتيفيشن للكواجريشن كاسكيد وذ ماسيف اكتيفيشن للفايبرينوليتيك سيستم، فتلاقي البروثرومبين تايم انكريز، الترومب البي تي تي انكريز، الاي ان ار عالي، الدي دايمر والفايبرين ديجراديشن برودكت عاليين، والفايبرينوجين بيبقى كونسيومد بسبب الكونفرجن من الفايبرينوجين للفايبرين. يعني الكواجيليشن الكواجيليشن بروفايل في عيان الدي اي سي متلخبط في عيان التي تي بي نورمال. عيان التي تي بي بيبقى نورمال بي تي بي تي تي نورمال اي ان ار نورمال دي دايمر نورمال فايبرين نورمال نورمال فايبرينوجين نورمال فايبرين ديجراديشن برودكت. ليه؟ ان الثرومبس اللي بتحصل او الثرومبوزس اللي بيحصل في الفيري ماينوت او السمول بلود فيسل بيبقى ديو تو بليتلت اجريجيشن اند ادهيجن نوت ديو تو اكتيفيشن اوف كواجيليشن كاسكيد. دي سؤال ام سي كيو، ده شغل كلينيكال اللي بنفرق ما بينه. ليه؟ لان عيان الدي اي سي لو العيان جاي بالبروميننت بليدنج دي اي سي حدي بليتلت حدي بليتلت وبلازما، انما عيان التي تي بي كونترا انديكيشن ان انا ادي العيان بليتلت.
عيان التي تي بي البيست بلازما اكسشينج، عيان التي تي بي بلازما اكسشينج تمام، عيان التي تي بي بلازما اكسشينج، عيان الدي اي سي الريسك فاكتور اللي هو لو سيبسز لازم ادي انتبيوتيك، عيان الدي اي سي لازم ادي وهو جاي predominantly bleeding بدي platelet and plasma، عيان التي تي بي كونترا انديكيشن انا ادي platelet، عيان التي تي بي لازم ادي بلازما اكسشينج، ان انا اشيل البلازما اللي فيها المالتمر او اللارج فونوليبرانت فاكتور وفي نفس الوقت ديفيشنت في الادم تي اس 13 وادي العيان بلازما فيها النورمال فونوليبرانت فاكتور وبالتالي فيها ايه الادم تي اس تي اس 13. الطريقين مختلفين فلازم when I suspect TTB I must exclude DIC. when I suspect ليه؟ ان الادم تي اس 13 انزيم ليفل ممكن البيشنت كانت افور او في اماكن ما بيتعملش فيها، فانت الديسيجن تو تريت في عيان التي تي بي ان انت يو ماست اكسكلود دي اي. ما ينفعش اقول عيان العيان الاي ان ار بتاعي 1.5 واقول ان العيان او الفايبرينوجين كونسيوم والدي دايمر بوزيتيف والفايبرين ديجريديشن برودكت انكريز واقول ان العيان ده تي تي بي واعمل للعيان بلازما اكسشينج، ما ينفعش. انما عيان التي تي بي الفايبرين نورمال فايبرينوجين نورمال ديجريديشن برودكت نورمال الكواجيليشن بروفايل نورمال، وده مهم جدا في الشغل، مهم جدا في السؤال في الام اس كيو او في الايه او في الكيس. مفتاح ان انت هتكتب التريتمنت للتي تي بي، عيان التي تي بي بندي مبسيرا، عيان الدي اي سي ما بنديش مبسيرا، عيان التي تي بي بندي في العيانين الريزيستنت ريسبوندنج للبلازما اكسشينج او المبسيرا بندي الازاثيبرين والسايكلوستورين انما عيانين الدي اي سي هو انتبيوتيك لو سيبسز زائد لو في بليدنج بندي بلازما ترانسفيوجن مع بليت، يعني الوجهه منفكه زي ما ده في ناحيه وده في ناحيه تمام. طيب اي سيلولر ديستركشن، تعالوا نرجع كده، احنا المشكله كلها في الايه في البليتلت ادهيجن اكتيفيشن عمل ثرومبوزس ثرومبوزس في السمول بلاد فيسل يعمل لي مايكرو اندوفاسيك ديستركشن للهيموجلوبين والبليتلت. طيب انا بتابع العيان ازاي؟ اي سيلولر ديستركشن بيطلع لي ال دي اتش واليوريك اسيد، خلايا اليوريك اسيد انكريز دول ال دي اتش ايه. انا بتابع العيان ازاي من الباثوجينيسيس؟ لو قل الثرومبوزس وبالتالي قل الدستركشن يعني هيعلى البليتليت كاونت وهيقل ال دي اتش. انا بتابع العيان بالبليتليت والال دي اتش والديسيجن تو كونتينيو تريتمنت اند ديسيجن تو ستوب تريتمنت على البليتليت كاونت والال دي اتش. لازم البليتليت كاونت ترجع للنورمال فوق 100 او 150، لازم ال دي اتش يرجع للنورمال. ليه البليتليت كاونت يرجع للنورمال؟ ده معناه ان مفيش مايكرو انجيوباثيك ديستركشن. لازم ال دي اتش يرجع للنورمال، ده معناه ان مفيش ديستركشن للايه للبليتليت والهيموجلوبين، ده معناه ان الثرومبوس فورميشن بسبب البليتليت اكتيفيشن ادهيجن بدا يقل تمام. وين ال دي اتش يرجع للنورمال، بليتليت ترجع للنورمال، I can take the decision to stop plasma exchange to stop plasma exchange. طيب انا هنا بتكلم على الايه على البرايمري تي تي بي، برايمري تي تي بي. السكندري تي تي بي الاستيرويد هاز ا رول، يعني سكندري تو سيستميك لوبس او سيفير فاسكولايت تمام، الاستيرويد هذا رول، انما البرايمري تي تي بي ريسبونس تو ستيرويد از فيري بور، ريسبونس تو ستيرويد از فيري بور. ده كل ده من الايه من الباثوجينيسيس بس تمام. يبقى انا عندي تي تي بي او الهيموريتيك ريميك عباره عن ايه، بنتاد فيفر انيميا بليتليت سي ان اس رينال البليتليت ماركت ديكريز وسي ان اس مانيفيستاشن من اول الهيديك للكوما للكونفيوجن للكونفولجن مع الايه مع التي تي بي. العيان الهيموليتيك ريميك بيبقى مودريتلي ثرومبوسايتوبينيك والكيدني فانكشن بيبقى ماركت
ماركتلي ديتيريوريتد، بدل ما الكرياتينين بيبقى في التي تي بي 2.5 3 مايلد رينال او مايلد اكتيني انجري، لا بيبقى الكرياتينين في العيانين الهيموليتيك بيراميد بيبقى ايه؟ بيبقى 8 9 اكيد كدني انجري محترم تمام وسيفير لاسيدوتك طيب التي تي بي بيعتمد على الادم تي اس 13 والالترا لارج ثرومب بليتلت اكتيفيشن اند ادهيجن وز ايه وز هيموجلوبين ديستراكشن اند بليتلت ديستراكشن. طيب الكلينيكال برزنتيشن ده ميوكوزال بليد اللي هي البنتاد اللي احنا قلناها فيفر وزاوت لوكاليزيشن المانيفستيشن اوف هيموليتيك انيم او انيميا بليدنج تندنسي ميوكوزال تي ان اس مانيفستيشن رينال امبيرمنت يوجوالي بيبقى مايلد ممكن العيان يقول لك ان هو بدا يبقى اوليجوريك بس دي بتبقى بروميننت مع الايه مع الهيموليتيك يوريك. طيب تو دايجنوز او الانفستيجيشن بقى بيزك تجميع الكلام اللي احنا قلناه تو دايجنوز complication basic CBC ESR CRB LDH uric acid تمام. هنا لازم اقول لي coagulation لازم عشان اقول كلمة normal بالفم المليان في عيان الـ TTB واشرح له الكلام اللي انا قلته من شوية تمام. الـ ESR والـ CRB usually negative بس الـ ESR بيعلى لو هي secondary TTB مع الـ autoimmune أو العيان severely anemic. الـ CBC ممكن يبقى العيان thrombocytopenic ممكن يبقى العيان anemic ممكن يبقى العيان pancytopenic يعني مش بس إن العيان يجي لي أنيميا thrombocytopenic لأن الموضوع كله peripheral destruction فممكن يحصل كمان peripheral destruction white blood cell count فتلاقي العيان إيه جاي لك بالليكوبين. الـ LDH uric acid بيبقى increase يبقوا ايه؟ طيب to diagnose الانزيم assay الادم تي اس 13 بس خد بالك تقول له كده لو الانزيم نضم تمام انا بشخص العين كالتالي بنتاد مع الكلينيكال برزنتيشن مع الكلينيكال ايه؟ برزنتيشن جميل complication نشوف الكيدني فانكشن عشان بيحصل mild renal impairment في العيانين التي تي بي او مايلد اكيوت كيدني انجري في التي تي بي سيفير اكيوت كيدني انجري او ماركت ديتيريوريشن الكيدني فانكشن في العيانين الهيموليتيك يوريميك سندروم نفس الكلام هيتقال في الايه في العيانين الهيموليتيك يوريميك سندروم بس مش هجيب سيره الادم تي اس 13 بيبقى الانزيم ليفل نورمال الانزيم ليفل في الهيموليتيك يوريميك سندروم بقى الانزيم ليفل ايه نورمال. طيب تعال نروح بقى على الايه على التريتمنت treatment بتاع ال تي تي بي بلازما اكسشينج بلازما اكسشينج بلازما اكسشينج تمام. طيب لو لو انا مش عارف اركب مهوكر مفيش مكان اعمل مفيش مكان اعمل يبقى اعمل بلازما ترانسفيوج انفيوجن اعمل بلازما انفيوجن تمام. طيب هقول لك دلوقتي ان انا وانا بتعامل مع عيان الدي اي سي بتبقى الدوز بتاعت البليتلت ترانسفيوجن 10 ل 15 مللي بير كي جي تمام. يعني عيان الفريش فروزن بلازما العيان الدي اي سي بيبقى الدوز اوف انفيوجن الدوز بتاعت البلازما 10 ل 15 مللي بير كي جي. عيان التي تي بي دايما بندبل الدوز تبقى ما تقلش عن 20 مللي بير كي جي من 25 30 مللي بير كي جي 25 30 مللي بير كي جي لو احنا هندي فريش فروزن بلازما انفيوجن تمام او لو احنا هنحسب الدوز بتاعه الايه بتاعه الفريش فروزن بلازما. يعني احنا بنقول رفلي على الاقل على الاقل يونت كل ايه يونت افري every يعني يونت كل ساعتين يعني العيان اليوم 24 ساعه يبقى على الاقل بدي العيان 12 وحده بلازما تمام. لا ده بالعكس ده ممكن ادبل الدوز اوصل ل 15
20 وحده بلازما في العيانين الايه البورلي ريسبوندنج تو ايه تو تو بلازما اكستشينج. طيب معلش انا هستاذنكم نرجع للانفستيجيشن، حاجه مهمه جدا في الانفستيجيشن، بيزك تو دايجنوز تو ديتكت كومبليكيشن. احنا لازم احنا قلنا هنا كيدني فانكشن، بس في حاجه مهمه جدا لازم اقولها، الايفيدنس اوف هيموليسيس، الايفيدنس اوف هيموليسيس. لو نرجع للهيموليتيك انيميا كنا مقسمينها اكسترا فاسكولار وانترا فاسكولار، وقلنا التي تي بي والهيموليتيك يوريميك سندروم ده فورم اوف انترا فاسكولار هيموليسيس. intravascular ايه hemolysis، عشان كده العيالين دول بيبقى معاهم الهابتوجلوبين كونسيوم ديكريز، قلنا ال LDH عالي، وقلنا ال وقلنا البيليروبين بيبقى عالي مينلي اندايركت، وفي اليورين بيبقى في الماكروسكوبيك اكزامينيشن كولا كالرد او ريد كالرد يورين، وفي هيموجلوبينوريا وفي هيموسيدرينوريا. نقول تاني evidence of intravascular hemolysis، هابتوجلوبين كونسيوم LDH عالي، البيليروبين increased mainly indirect، اليورين analysis macroscopic بيبقى فيه كولا كالرد او ريد كالرد او دارك كالرد يورين، طبعا اكيد كدني انجري الاوليجوريا amount بتقل، ويبقى العيان بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن في هيموجلوبينوريا وهيموسيدرينوريا الايفيدنس اوف انترافاسكولار ايه انترافاسكولار هيموليسيس. تمام، دي مهمه جدا نكتبها في الانفستيجيشن. طيب التريتمنت مفيش الا البلازما اكستشينج او البلازما ترانسفيوجن. البلازما اكستشينج احسن، بلازما ترانسفيوجن او البلازما اسيد بلازما انفيوجن امتى؟ لو ما عنديش بلازما اكستشينج، يعني لو انا مش عارف اركب العيان مهوكر، او لو انا مش عارف احط العيان على مجرى الغسيل، او الغسيل هيتاخر، فاير الماركرز وانفستيجيت، يعني لازم يعني ايه اوفر جو معين للعيان اللي هيتحط على مجرى الغسيل، كان اعمل بلازما اكستشينج، بادي العيان بلازما انفيوجن كونتينوس. بلازما اكستشينج احسن ليه؟ لانها بتشيل الماكرو جلوبولين او الماكرو الالترا لارج الالترا لارج فونوليبرانت فاكتور، وبتديني النورمال ده نمره واحد، نمره اثنين تديني كمان الايه النورمال انزيم، انما البلازما ترانسفيوجن بيديني النورمال ما بيشيلش الايه الالترا لارج، البلازما انفيوجن بيديني النورمال ما بيشيلش الايه الالترا لارج. طيب احنا قلنا الريسبونس تو تريتمنت في نمره واحد، طب ده ما يعملش اوفرلود؟ طيب حضرتك الانفيوجن ده انت بتتكلم ماشي، ما انت هتظبط لو العيان مثلا هارت فيلير او عشان الرينال الرينال فيلير، ما هو العيان بيبقى ايه احنا قلنا مايلد رينال العيانين ال تي تي بي، انما عيان الهيموليتيك يوريميك ملوش حل الا الدياليسيس، مفيش حاجه اسمها بلازما اكستشينج او بلازما ترانسفيوجن في العيانين الهيموليتيك يوريميك. الهيموليتيك يوريميك سبورتد بالدياليسيس والاي في فلويد، انما التي تي بي احنا قلنا مايلد رينال امبيرمنت او مايلد اكيد انجري، تلاقي العين كريتين بتاعه 2.5 3 ما تلاقوش ايه حتى اليورين اوتبوت ايه اتليست 400 او 500 الايه اللي هم ايه مينتيند، يعني ما تلاقيش العين يدخل منك في فوليوم اوفرلود زي عين الهيموليتيك ريمك، انما عين الهيموليتيك ريمك ده ملوش حل الا الدياليسيس سيمتوماتيك، قال تعمل الدياليسيس تحسن اسيدوز زيه زي الاكيوت كيدني انجري التيبك. عيان التي تي بي ما بقاش سيفيرلي اوليجوريك او انوريك لدرجه انت تخاف من الفوليوم اوفرلود. تمام، فعشان كده ممكن تعمل بلازما انفيوجن لو ما فيش اكستشينج، انما الاصل في التريتمنت ان انت تحط العيان على مكنه الغسيل وتعمل اكستشينج، تدخل بلازما وتشيل بلازما عشان تشيل اللارج موليكولار ويت فونوليبرانت فاكتور، وده بالنسبه للايه للريموفر، وتاد النورمال مع الايه مع الـ مع الـ مع الانزيم. طيب احنا قلنا بنفولو الريسبونس بالLDH والايه والبليتليت، امتى
في التريتمنت لو تريت للداون ترجع للنورمال او الاي او ال دي والال دي اتش والال دي اتش رجع للنورمال الاثنين. طيب ازاي اوقف التريتمنت؟ في مدرستين. في مدرسه تقول لك ابربت ستوب يعني خلاص وقف انت وصلت للتارجت الال دي اتش نورمال والتريت للنورمال خلاص ستوب ابربتلي. في ناس تقول لك every other day for three or more sessions then stop. تمام؟ طيب مكتوب في الميدسكيب على ال stop abruptly أو every other day الاثنين صح، بس في الآخر لما قارنوا ما بين groups of patients اللي وقفنا stop abruptly أو every other day إن المرتلت لسي مورتاليتي او موربيديتي او ريزلت تيست. فانت لو العيان لقى ال ال دي اتش رجع للنورمال وتريت ترجع للنورمال وفصلت العيان اقول له فصدر صح مش غلط، او قلت لا انا همشي في السيف سايد كحاجه يعني ايه تريحك انت نفسيا وهعمل افري اذر داي لمده 3 او 4 سيشن يعني انت اسبوع تقريبا والعيان ستيبل بعد كده وال ال دي اتش نورمال وتريت نورمال ما قالوش بعد كده انت ايه وبعد كده توقف الايه الاكس جي. طيب في ناس بيحصل لها ريلابس يعني سواء كان وقفت ابربت او عملت افري اذر داي يعني النهارده السبت طيحت العيان الحد جيت على الاثنين تسحب سي بي سي لقيت البيت التاون كسر في 100 كسر في وانت بتعمل افري اذر داي بل بالعكس انت ستيل اون اكس جي ترانسفيوجن بدل ما كان ديلي بدا يبقى افري اذر داي البليتلت كاونت بدا يقل مع الافري اذر داي. تمام يبقى انت لازم تفكر في سكند لاين. تمام الفول دوز ستيرويد نمره 2 اكتبها بس اكتب كده في البرايمري از فور ريسبونس يعني مش الـ مش الـ مش من اللاين اوف تريتمنت اللي بتافكت العيان. تمام في السكندري اوكي ده هقول لحضرتك على حاجه لو لقيت عيان تي تي بي وبدات له هاي دوز ستيرويد وامبروفد يبقى احنا قلنا بور ريسبونس يعني معناها ان في سم بيشنت ماي ريسبوند عشان كده احنا اي عيان تي بي بنبدا اكستشن ترانسفيوجن ودي هاي دوز ستيرويد بلس امبروف واحنا عارفين ان لو برايمري في بور ريسبونس انما لو العيان اتحسن يو شود اكسكلود سكند دوز اوف تي بي ان العيان هيتحسن لو هو اميون غالبا اميون ميديتد في حاجه عامله في فاكتور انهيبيتور للايه للادب دي اس 13 ده بيجي مع الاوتو اميون ديزيز او بيجي مع المالجنسي يعني العيانين المالجنسي ممكن يجي لك تي تي بي تي تي بي مينلي بسبب الاوتو انتي بودي برودكشن اجينست الادب دي اس ادب دي اس 13. تمام يبقى نمره 1 بلازما اكستشينج، نمره 2 او تحت بلازما اكستشينج لو مفيش بلازما اكستشينج هنقول البلازما انفيوجن وازاي نفولو الريسبونس تو تريتمنت. الاستيرويد قلنا بور ريسبونس في البرايمري جود ريسبونس في السكندري. طيب لو العيان فيلد اكستشينج احنا داخلين بقى على الايه على اذر لاينز اوف تريتمنت اهم ما فيها الانتي سي دي 20 الانتي سي دي 20. طيب ويكلي مابسير 375 ملي جرام بير متر سكوير ويكلي فور 4 تو 6 دوزز سبيشيالي ويز اكستشينج ترانسفيوجن يعني العيان ما فيش ريسبونس على اكستشينج ترانسفيوجن. خد بالك ان الاكستشينج ترانسفيوجن او البلازما اكستشينج ممكن الريسبونس تبقى رابيد ممكن الريسبونس تبقى ديلي يعني ممكن العيان يقعد 10 15 سيشنز وبعدها يبدا يتحسن. تمام طيب ده بيجي ازاي من الايه امتى ادخل بالانتي سي دي 20 يوجوالي افتر يعني 2 ويكس اور ماكسيمم 3 ويكس من الاكستشينج ترانسفيوجن ومفيش ريسبونس بحتاج للايه للمونوكلونال انتي سي دي 20. تمام بس ممكن عيانين يستجيبوا بعد كده ممكن نستجيب مفيش تايم ليميت للايفكت اوف اكستشينج ترانسفيوجن. طيب احنا يوجوالي بندخل بالانتي سي دي 20 بعد افتر 2 اور ماكسيمم 3 ويكس فروم اكستشينج ديلي اكستشينج ترانسفيوجن
without response. طيب يمكن نسأل سؤال، في خطوة قبل الاكستشين ترانسفيوجن غير الاستيرويد؟ آسف، في خطوة قبل المكسير غير الاكستشين ترانسفيوجن؟ يس، دبل فوليوم اكستشين ترانسفيوجن. يعني انا بدي للعيان دلوقتي بعمل اكستشين ترانسفيوجن ب 15 يونت فريش فروزن بلاد، ادبل الدوز او اعمل توايس ديلي، توايس ديلي اكستشين ده في السيفير نون ريسبوندنج. ليه؟ انا دلوقتي البلازما مهما يكون السعر بتاعها عمرها ما هتوصل زي 10,000 جنيه كل اسبوع، ماشي؟ فانا بجرب، هيقولك ايه اللي ممكن تعمله قبل ما تدفع العيان 10,000 او ما تكلف الدوله 10,000 كل اسبوع، يعني 6 جرعات ب 60,000 غير الهاي دوز ستيرويد، ان انا بعمل دبل الدوز او توايس ديلي اكستشين ترانسفيوجن. ان انا بعمل العيان اكستشين ترانسفيوجن ب 12 او 15 16 كيس مثلا، يبقى اخليها ايه توايس ديلي، اخليها توايس ديلي اكستشينج ايه اكستشين ترانسفيوجن. نمره 2 او نمره 3 المبسيرا. مبسيرا الريسبونس او البيتا ريسبونس فور مبسيرا ويز اكستشينج ترانسفيوجن، بس اخد بالي ان انا ادي المبسيرا بعد، يعني مثلا حد مبسيرا كل يوم خميس او كل يوم جمعه وانا بعمل العين ديلي اكستشينج، المبسيرا از دايلايزبل او الريتوكسيناب از دايلايزبل. ما ينفعش ادي العيان المبسيرا وبعد كده اعمل له دايلايز، لا، اعمل عيان الاكستشينج ترانسفيوجن الاول، وبعد ما يخلص السيشن بتاعت الاكستشينج ترانسفيوجن وانا خلاص خدت الديسيجن ان انا حدي من العيان مبسيرا، يبقى ادي العيان مبسيرا بعد الايه؟ بعد الاكستشينج ترانسفيوجن. ده نمره واحد. نمره اثنين السكند سيشن اوف اكستشينج ترانسفيوجن افتر 24 اور فروم ذا دوز اوف ايه؟ مبسيرا. ليه؟ ان المبسيرا دايلايز. جميل. ويكلي فور 4 تو 6 دوزز. بيتر ريسبونس وذ اكستشينج ترانسفيوجن. تيك كير مبسيرا از دايلايزبل، سو انفيوجن مبسيرا should be after exchange session of exchange transfusion, and the next session for exchange transfusion should be after at least 24 hours من الـ infusion of A of Mapsir. طيب تقرا كده في حاجات بتتحط في الـ other lines of treatment، يعني في ناس تقول لك azacyprine cyclosporin، اخر بيبر كان نازل يقول لك الاسيتايل سيستين، الاسيتايل سيستين فعلا البرودكت بتاعه ده طبعا ده يعني ايه مي هاف ان افكت. طب انا هقول لكم حاجه، في عيانه كانت 18 سنه جايه بالفكتور بتاع السي في 3 سي في، للاسف السي في برزنتيشن للتي في بيبقى فيري بور، عارفين الكلام اللي احنا كولا كالر ديورين، ما تنساش موضوع الكولا كالر ده اللي ما تشوف اليورين باك بتاعت الايه بتاعت العيان الايه السيفير انترافاسكولار هيمولايسيس اللي هو تي تي بي. تمام. العيانه بدانا هاي دوز ستيرويد، العيانه كانت من فنتيلا محطوط على فنتيليت، سيفير فور من السي ان اس ديبرشن فنتيلا، محطوط على هاي دوز ستيرويد، بلازما اكستشينج توايس ديلي، وخدت مبسيرا ويكلي ومفيش ريسبونس. دخلنا بقى بالايه بالسايكلوسبورين والعينه في الاخر يعني ايه دايت. فهو السيفير برزنتيشن للتي تي بي از اوف بور ريسبونس او بور بروجنوزس. العيان لما بيجي لك في الاول يعني انيميا توكسيبينيا مايلد رينا امبيرمنت مايلد كونفيوجن، بيبقى الايه بيبقى الريسبونس بتبقى ايه تبقى بيتر او احسن، غير لما يجي لك في الفول بلون فول بلون بيكتشر. طيب الهيموليتيك يوريميك البرزنتيشن زي التي تي بي زي ما قلنا. طيب تعالوا نرجع كده حاجه، احنا قلنا في الانفستيجيشن بيزك سي بي سي اس ار سي ار بي ال دي اتش يوريك اسيد كواج البلاد فيلم.
البلود فيلم، بلود فيلم في العيانين اللي عندهم مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك ديستراكشن، هتلاقي في اللي هي الايه ديسترويد ريد بلود سيل او بنقول عليها شيستوسايتس. خد بالك انا ما قلت لكش دي في التي تي بي او الهيموليتيك ريمك او الدي اي سي او الهيلد او البري او الاكلامسي، لا دي في الايه فيهم كلهم. يعني الشيستوسايتس دي نون سبيسيفيك، ده نمره واحد. نمره اثنين 50%، اوعى تقول الشيستوسايتس من الكرايتيريا او البنتاد فور دايجنوزس، لا البنتاد فيفر رينال هيموليسز ثروموسايتوبينيا سي ان اس، ما فيش شيستوسايتس. يعني ممكن اعمل العيان بريفرال بلاد الاقيه فيلد وذ شيستوسايتس، ما فيش مشكله. ممكن اعمل العيان بريفرال بلاد الاقيه ما فيش شيستوسايتس، تمام. الشيستوسايتس 50% من الكيسز بس تبقى بوزيتيف للايه للشيستوسايتس او ديسترويد ريد بلاد سيل، او لو الريد بلاد سيلز جايه بايسكتد مقسومه نصين بيتقال عليها الهيلمت سيل. يعني دي لو جت ام اس كيو شيستوسايت اللي هي ديسترويد ريد بلاد سيل، تمام 50% نون سبيسيفيك. مش معناها ان العيان تي تي بي لو موجود موجوده بتزود الايه الانسيدنس او بتزود التفكير ناحيه الايه ناحيه المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك ديستراكشن، او الايه او الاكلامسي. ده كل المايكرو انجيوباثيك ديستراكشن بيبقى معاهم الايه الديسترويد ريد بلاد سيل او الشيستوسايت. هيقول لك الشيستوسايتس از سبيسيفيك فور تي تي بي، لا الشيستوسايتس از اسينشال فور دايجنوز اوف تي تي بي او هيموليتيك، لا 50% من العيانين 50% ومش محطوطه في الايه في الكرايتيريا تو دايجنوز، او مش محطوطه في الايه في البنتات. هي بتسبورت الدايجنوز او بتعلي الايه التفكير في الايه في الدايجنوز. طيب الهيموليتيك يوريميك بريزنتيشن زي التي تي بي، بس افكر في هيموليتيك يوريميك لما يبقى العيان معاه لس سي ان اس وز هاي كريات او رينال افكشن مودريت ثرومبوسايتوبينيا وفيه هيموليتيك ديستراكشن او هيموليتيك. يعني التيبيكال فورم بيبقى دايريال بسبب الايكولاي، وده سؤال ام اس كيو. الفيروتوكسين ايكولاي، الفيروتوكسين اللي هي ال O157، ده سؤال ام اس كيو، ده الكومن فورم، تمام. توكسين برودوسينج الفيروتوكسين ايكولاي نمره واحد. نمره اثنين الشيجين، تمام. طيب ده بيبقى العيان عنده تيبيكال هيستوري اوف دايريا من اسبوع و10 ايام، وجاي لك بالبيكتشر بتاعت الايه، تلاقي في الستول كلتشر تلاقي الايكولايد فيروتوكسين او الشيجيلا او الشيجيلا الكومن لو فيروتوكسين. اوعى تدي انتي بايوتيك، ليه؟ انت اديت انتي بايوتيك هتطلع مور فيروتوكسين، هتعمل وورسنينج للسيمتوم، هتعمل وورسنينج للسيمتوم. خد بالك بس ان الدايريا تديني بري رينال اكيوت كيدني انجن، بس البري رينال اكيوت كيدني انجن ما بقاش معاه هيموليتيك انيميا ولا ثرومبوسايتوبينيا. الدايريا لما تيجي لي لاكيوت كيدني انجري ومعاها انيميا هيموليسيس ثرومبوسايتوبينيا، يبقى دي هيموليتيك يوريميك سيندروم. التريتمنت حدي اي في فلويد جايدد بالسي في بي واليورين اوت بوت عشان العيان عنده لوزنج فلويد في الدايريا. نمره اثنين دياليسيس، دياليسيس نو انتي بايوتيك. ده مهم جدا في الام سي كيو وفي ال وفي الشفوي، تمام. الموضوع كله بيبقى سبورتيف، تريتمنت. طيب التوكسينز دي بتدخل تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، تعمل اكتيفيشن للايه للكومبلمنت. فاكرين احنا قلنا في البي ان اتش، بي ان اتش بندي العيانين اللي هم الايه الاكلوزيماب اللي هو الانتي كومبلمنت 5. البي ان اتش قلنا اللي هو في الكلاستر اوف ديفرنشيشن او سي دي 5559 بيبقى ديفكتيف، فبيحصل كومبلمنت كومبلمنت اتاك، يعمل لك على الريد بلاد سيل والوايت بلاد سيل بليتلت، تدينا هيموليتيك انيميا وثرومبوسايتوبينيا وليكوبينيا باروكسيزمال بانسايتوبينيا
نفس الكلام complement activation على stem cells عشان ما فيش CD55 59 deficient على stem cells يدينا الايه bone marrow failure PNH. نفس الكلام هنا الفيروتوكسين ده بيعمل complement activation. ففي يعني النيو لاين اوف تريتمنت غير البيزك لاين اوف تريتمنت الهيموليتيك سيراميك ال سبورتيف اي في فلويد والايه والهيموداياليسيس. جميل. نمره 2 ممكن نستخدم الانتي كومبلمنت 5 اللي هو قلنا اللي اسمه الاكلوزيماب. الاكلوزيماب ده نيو لاين اوف تريتمنت الاكلوزيماب مونوكلونال انتي بودي كانتي كومبلمنت في الايه في العيانين الهيموليتيك يوريميك سيندروم عشان الاكتيفيشن اللي بيحصل بتاع كومبلمنت كاسكيد يعمل لك الاكستنسيف رينال دامج ويعمل لك الايه الديستراكشن بتاع البليتليت والهيمور. تمام. الموست امبورتنت ديفرنشال دايجنوزس الدي اي سي هنبدا بيها بكره ان شاء الله. الدي اي سي مع الاذر كوابيليشن اب نورماليتيز تبقى فاضل لنا بس في البليتليت كلمتين على الحاجات الايه الهيريديتري بليتليت فانكشن والايه هيريديتري بليتليت ترومبوسينيا. ترومبوسينيا يجوري تبقى هيريديتري والاكواير ممكن تبقى دراج انديوز ديوريميا ميلوكوليتيز مالينسي. تمام كفايه كده النهارده ان شاء الله. الخميس هنكمل كلمتين على البليتليت وناخد الكواجوليشن اب نورماليتي او الكواجوليشن فاكتور ديفكت ليدنج دي الكواجوليشن فاكتور ديفكت اللي هو اغلبها الهيموفيليا يعني مع موضوعين مهمين اللي هو الدي اي سي والفونوليبراند ديزيز ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. اي سؤال يا شباب؟ طيب ان شاء الله معادنا بامر الله ان شاء الله الخميس وكل سنه طيب ان شاء الله نتقابل الخميس بامر الله. لو هو يعني ممكن الخميس يبقى رمضان او لا غالبا هيبقى الجمعه. لو طلع الخميس رمضان نظبط الميعاد يوم الاربعاء بالليل. لو الخميس اخر يوم في شعبان خلاص يبقى زي ما احنا لازم ان شاء الله. هو خلاص احنا يعني فضل لنا تقريبا يعني 2 2 1 يعني فضل لنا تقريبا من 5 ل 6 ايام كمان ان شاء الله يعني اسبوعين 3 بالكثير ونخلص. نتقابل على خير الخميس باذن الله.